الرجالة جاهزين عندك فوق يا حسين؟ جاهزين يا فندم. الهجوم على إشارة مني. تمام يا فندم. جاهز يا منير؟ جاهز يا فندم. فلوس يا بورعي. عين أبو العز باشا. الهجوم لما العد يوصل واحد. لحظات ويبدأ عام 2012. ستر يا معلم. افعلهم بالعربية. انزل بسرعة يا حسين، دول معاهم ار بي جي. خير يا باشا؟ في ايه؟ مش عارف في ايه؟ ابدا يا باشا، احنا بنغير فرد الكاوتش، جم الناس الطيبين دول يساعدونا، فجأة لقينا ضرب نار. شكلك بتتفرج على ام بي سي اكشن. لا وشرفك يا باشا، بتفرج على روتانا زمان. طب اثبت اهو يا باشا، ثابت. خد الظريف ده، خدوه. الحقني الحقني يا سالم بلا اتمسكت. انت كمان هتتكلم في الموبايل؟ يا باشا سعادتك، انا ببعت رصيد للمدام. قدامي حيرني الشوق ليه بس يا قلبي، بص الفوق بص الفوق. ايش ايه ده بقى؟ ها؟ في ايه؟ مساء الخير يا باشا. مساء الخير. فرحان ها؟ لا فرحات. انت تستهبل؟ طب والله العظيم تلاته اسمه فرحات، وانا اقدر اكدب عليك يا باشا؟ طب هات رخصك يا فرحات. عناية يا باشا، عناية. ده عقد العربية ودي الرخصة يا باشا. الو يا سيد، الحقني، انا اتمسكت. الله اشوفك هنا تاني بالليل اهو. انت لا يا راجل، معلش صحيتك. طب بقى مجدي. ايوه يا غالي، صباح الخير. انا بقيت اجيب لك شو تاني. استنى ايه؟ واحنا جينا عشان نستنى هنا. تعالي. لا يا سيد استنى. يا سيد استنى ايه؟ وده وقت استنى هحكي لك. تعالي تعالي. السوسته ايه؟ هي فين السوسته؟ انت غيرتي مكانها. ده وقت مفاجات يا بنتي. تعالي بس هقول لك. لا الناس تشوف. شفنا ايه؟ احنا في امن مكان في مصر. تعالي خش. ايه اللي جاب الالترا هنا؟ بتتفرجي على اجري يا بنت الفقريه؟ محافظه الجيزه بتتفرج. جرى ايه يا عم حسام؟ انت ركبت ولا ايه؟ يا فندم والله انا ما عملت حاجه. ايوه بس اخوك عمل. والله ما لحقت. انا هحكي لسيادتك اللي حصل بالظبط. انا دخلت لقيتها مغمى عليها وممدده على الارض، خفت بقى تبقى قاطعه النفس، حطيت راسي على صدرها كده يا فندم، لقيت العفريته فيها نفس، شكيت، قلت اعدلها بنفسي عشان اتاكد. وانا بعدلها يا فندم صدرها جه في صدري. لا يا باشا، ببص ما لقيتش وش، لقيت شعر. انا اتخضيت بقى، قلت ايه ده؟ اتاري شعرها مغطي على وشها. رحت زايع خصلة الشعر من على خدها. بص يا باشا،
ورحت نازل بايدي على رقبتها اشوف في نبض ولا لا زي الافلام. لقيت رقبتها دي يا باشا نار نار. وبعدين اتلسعت لسه بقى هحط شفايفي على شفايفها عشان عشان اعملها تنفس صناعي. سيادتك دخلت وبوظت كل التجهيز. قصدي يعني لما شافت هبه سيادتك فاقت. بلا فاقت بلا زفت. خد اخوك وتفضله بره. بره ليه بس؟ طب حط نفسك مكاني. سيادتك في مكان ضلمه ومعاك واحده زي القمر. اوام ايه؟ جسم ايه؟ بص يا سيادتك اسامه تعالى كده. بص يا سيادتك بص صيده المدير نعرفه. بذمتك بقى يا فندم دي واحده حد يتخلى عنها ولا ما تتسابش؟ يا فندم البنت تعبانه وانا تعبان وانا كمان تعبان يا سيد. خلاص يبقى احنا الثلاثه عايزين مكان. بس ده فعل فاضح. فاضح ايه يا فندم؟ استغفر الله العظيم يا رب. الله احنا اولاد ناس يا برنس الفن. ابونا الحاج مربينا احسن تربيه. الفرض ما بنفوتوش. احنا جايين نبهدل. الله. الو الو سيد الحقني انا اتمسكت. ما بيردش. الو الو الله انت مسمعني ولا ايه؟ يالا بقول لك اتمسكت اتمسكت. انت كمان اهو الحاج اتمسك. مش بقول لك عيله تشرف. تخلص ورديتك وتروح على البيت عشان تطمن مرات ابوك اخوك. ما تجيبش اي سيره لحد ما اشوف اذا كنت هعرف ارجع بيه النهارده ولا لا. طب فهمني انت رايح له فين بس؟ فرك الكعب لحد اسماعيليه وهرجع لك. اسماعيليه؟ طب هتبعك بالتليفون. قول يا رب. عيله ما يعلم بيها الا ربنا. بلاش الوقفه دي هنا. حاضر يا باشا. دي لا ينفع في قلب السجاير ولا خرطوش السجاير. لو عايز تدخل اكل الحجز عليك وعلى حضره الضابط. لو حضره الضابط قال اه يبقى اه. حضره الضابط قال لا بألف هنا وشفا على بدنك. يا برنس الداخليه الحكايه مش مستاهله. ده كله على بعضه ربع كفته اعمى. وانت عارف الكفته لما بتبرد بتدهنن وتجلد وبتتبلعش. ما تتعبش نفسك معايا. عايز تدخل اكل وهي سخنه عليك وعلى حضره الضابط. طب فين مكتب الباشا؟ مكتب الضابط هناك اهو. ماشي. لا بس خليك انت معاها نشوه. ما تسيبيهاش. لا الامور شكلها مطوله هنا لسه قاعد. بس وحد امه ما هسيبه. مساء الخير يا باشا. شكل سيادتك مشغول يا باشا. السلام عليكم. هكلمك تاني. استنى عندك. تعالى. أمرك يا باشا. عايز إيه؟ ولا حاجة سعادتك يعني طلب تافه كده بس لقيت سيادتك مشغول فاحترمت نفسي وقلت أمشي. ومالك باصص في الأرض كده ليه؟ خجل. يعني هيبة سعادتك يا باشا اللهم صل على النبي. وبعدين العين ما تعلاش عن الظابط معروفة. ولا عشان اتقابلنا قبل كده وخايف أفتكرك. يا باشا مقابلة سعادتك شرف يعني بس أنا لا أستحق مطلقا. طب يا خفيف طلع لي كل اللي في جيوبك وحطهم هنا على المكتب. هنتقلب كده عادي في الاسم. سمعتني؟ حاضر يا باشا اهو. حاضر يا باشا. معقولة؟ ورقة ب200 واحدة بس اللي معاك؟ فضل وعدل يا باشا. حد لاقيها اليومين دول؟ طب شوف بقى كده في كعب الجزمه ولا شراب ولا هيئه الفانيلا. هيئه الفانيلا دي بالذات يا باشا بقى محتاجه حاوي عشان احط فيها فلوس. هو فيها يا باشا؟ انا كل اللي انا عاوزه بس ادخل ابوها الكفته قبل ما تبرد. اه حاضر يا باشا. سيجاره؟ ما بدخنش ست. مش علبه سجاير دي ولا انا نظري ضعيف؟ لا دي امانه يا باشا. امانه؟ زي خجل. أمانة وخجل. قلت لي إنك عاوز تدخل لأبوك الكفتة قبل ما تبرد. ده إذا ما كانش داء سعادتك. لو الموضوع ده داء سعادتك أنا ممكن أقنعه يصوم بكرة وحتى ياخد ثواب ينفعه في آخرته يا باشا. بطلت تضرب الـ200 جنيه من إمتى يا سيد؟ من 10 سنين واكتر سعادتك. سعادتك تعرفني فعلا. سيد ابو دومه شهرتك سيد بشريه. حد ينسى الظابط اللي جابه برضه عرب؟ دقق فيا كويس وما تخافش. نقطه الزاويه الحمراء. افتكرت؟ انا عمال اقول يا باشا من ساعه ما دخلت الوش نادر بيه
فين ايامك يا عفريت؟ انا اسف يا باشا، قصدي يا باشا يعني. والله يا باشا كانت غلطة وطي الشباب، ومن ساعة ما خرجت من السجن وانا ماشي جنب الحيط. بص يا سيد، بصيت يا باشا، ايه رأيك بدل ما تدخل الاكل ده لابوك انت تاخد الاكل وابوك وتروح بيهم على مصر؟ والله ده يبقى كرم كبير من سعادتك يا باشا، او اشتغاله. ما هو الكلام يعني سيد احنا هنهزر؟ مش معقول سعادتك يعني. ابويا ممسوك في كمين بعربية مسروقة، ورق مضروب وفي بق سجارة حشيش، وتقول له هاخده واروح. ده لو بابا نويل مش هيعمل معايا الواجب ده في راس السنة. صح، تقدر تعتبرني بابا نويل. وركز معايا بقى عشان ما عنديش وقت. مركز يا بابا. ميري كريسماس يا سيد. اتغيرت قوي يا باشا عن ايام الزاوية. هابي نيو يير. المطبخ نظيف وصعب نوصل لعملها. انا استخدمت كل خبراتي الأمنية، للأسف ما وصلتش لحاجة. أنا كمان ما عرفتش أوصل لحاجة مع الراجل اللي بكلمه في الداخلية عشان أبو العز الضفراوي. طيب تحب ساعتك أكلم الشيخ عابد يروح هو ورجالته يخلصوه؟ لا لا لا، بلاش الناس دول. استنى ما نشوف أبو اليزيد هيعمل إيه. طيب ما ساعتك يعني تكلم جمال بيه يمكن. بلاش جمال بيه لأن ظروفه صعبة أوي اليومين دول. أوامر معاليك. نفس الحجز اللي فيه أبوك أبو العز الضفراوي، وده تاجر كبير قبضنا عليه إمبارح في كمين المخدرات. لكن للأسف رجالته قدروا يهربوا بالبضاعة والفلوس وقت مهاجمتنا ليهم. يا ولاد الايه لعيبه. نعم يا اوساخ، قصدي اوساخ. كمل يا باشا. فلو عرفت تتصاحب عليهم وتجيب لي منه اي معلومه عن مكان المخدرات او الفلوس هخليك تاخد ابوك في ايدك وتروح. طب ولو طلع ناصح سعادتك بقى وما عرفتش اطلع منه لا بحق ولا بباطل؟ برضه هقف جنب ابوك وهظبط له المحضر زي ما وعدتك. سيد انا الموضوع ده بالنسبه لي مساله حياه او موت. طب يا باشا ما كنتوا زقيتوا عليه اي حد من المخبرين بتوعكم؟ اه على الاقل هيبقى عارف يدخله منين. المرشدين محروقين يا سيد. وزهرات ما خلتش يا باشا. لا يا حبيبي، المخبرين بتوعنا ابو العز ورجالته عارفينهم كلهم. انما انت لسه ما حدش جاب خبرك، وحتى لو جابوا خبرك انت راجل سوابق وابوك مقبوض عليه، كانك عملت اي مصيبه ودخلت له جوه. ولما تخش بقى عايزك توجد معاهم وانت وشطارتك. ممكن بقى كوبايتين شاي تاني واربعه كبده بصل بس عشان اوزن المسائل. يا عسكري. عسكري ليه؟ تخشيبه منين يا باشا؟ خلي محضر التزوير والبطاقة دول عندك لحد ما اطلبهم منك. ما تحطهمش مع باقي المحاضر الا لو حصل تفتيش مفاجئ، وساعتها بقدم المحضر رقم وارد. تحت امر سعادتك يا فندم. شكله استخسر ان ابوه ياكل الكفته لوحده. بص يا برنس المخدرات، الضابط اللي فوق زقني عليك عشان تقول لي فين مكان المصلحه والفلوس اللي هربتهم في الكمين. انا بقى خدته على قد عقله وهودته، وجاي اقول لك عشان تاخد بالك. عبيط انا؟ عبيط انا عشان اسمع كلام الداخليه؟ طب افرض انك قلت لي فين مكان الحاجه وانا بلغتهم، اقول لك وكمان جيت شهدت ضدك في المحكمه، هتنفعني بقى الداخليه لما رجالتك تضربني بالنار وانا خارج من المحكمه؟ عيب يا باشا. الكفته جلدت يابا. اجيب لك سيفن تهدم؟ طب والحاج مش هتكلبشوه؟ كلبشات خلصت يا ابن المحظوظه. الزاوية كان عايز منك ايه؟ ما فهمتش. مش فاهم حاجة من العالي والرعاشات اللي بتديهم لي في عينيا دول. طب مش تقول ايه لازم بعين اليمين؟ ساعد الراجل. ايدك معايا؟ ايدك يا عم معايا. لا
إله إلا الله. لا إله إلا الله. يا ساتر يا رب. يا ساتر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. تعالى يا باشا. أيوه أيوه. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله. يلا بقى. باشا باشا. تعالى باشا. تعالى باشا. انزل. انت ايه اللي جابك هنا؟ انا لقيت الضرب اشتغل، خدت العربيه على جنب، بس انا قلبي كان حاسس ان ربنا هينجيك وتحتاج لي يا باشا. وزاره الداخليه مش هتنسالك الجميل ده ابدا يا برنس الاسفل. اركب يا باشا. هو مين ده يا باشا؟ ده المتهم اللي جبنا له امبارح كباب. بمناسبه بقى ان ربنا نجانا، عايزين نجيب له النهارده رز بلبن. ربنا يستر عينه على مصر يا باشا. بسم الله ما شاء الله. دي فيلا مدير الامن حسيده بقى. حسابك كام يا باشا؟ معقول يا باشا؟ يعني الحكومه تجيب للشعب رز بلبن وكباب والشعب ياخد البندره؟ ابدا ابدا. يا بقول لك ايه يا باشا، البندره دي بقى هديه من الشعب للحكومه. انت اصيل يا برنس الاسفل. الحمد لله على السلامه يا سيد الرجاله. مهجه حياتي. هو انت مهجه؟ استلقي وعدك. بيسال عليكي من الفطار. الحمد لله على السلامه يا نن عينيا والنبي، ولا مليون نجفه كانوا هينوروا حياتي لو كنت غبت عني يا بيبي. ايه الاداء المبال ده كده؟ لو تعرفي وحشتيني قد ايه يا مهجه الروح. كانت اسود راس ليله سنه في حياتي، بس الحمد لله العيال خلعوا بالبضاعه والفلوس. فده كنوز الارض يا سيد الرجاله. طب ده انت الليله في حضنك بالدنيا وما فيها يا بيبي. والنبي انا اول ما جاني الخبر صوتي اتنبح من كتر السويت عليك، فقعت لي مليون يا لهوي على 2 مليون يا خرابي. حبيبه قلبي يا باشا الكلام مبالغ فيه، اما بالنسبه للارقام انا سايبها لك تراجعها انت بقى، مش هتكلم. بقول لك يا بيبي، ما تقوم بينا على الحمام، مليتوا لك فل وورد وياسمين وفيهم مهجه كمان. هو انا لسه استنى الحمام، احنا نخش على عشينا وبعد كده نبقى ناخد غطس براحتنا. يلا بينا يا بيبي، لحسن انا مش على بعض. هلم بينا يا عم. انا هلم معاكوا ولا بالنسبه للمحرم ده؟ هو المنزل ده ظروفه ايه بالظبط يا باشا؟ يا لهوي، مين ده سيد الرجاله؟ عندك حق. انت يا سيد اللي جابك هنا؟ ايه ده؟ هيكون ايه اللي جابني يا باشا؟ انا جايب خاطري. يا كسوفيانا. طب والله كدابه، ده انت كنت هتختصب الراجل قدامي. كل ده على ليله قضاها في الحجز. امال لو كان الراجل ده خد تأبيه، ده كان ايه اللي جراله؟ معلش يا سيد، اصل مواجهه خدتني. يعني عايزني اعمل ايه؟ افقع 60 زهروطه وافرح وزقطط بعد ما ضيعت العربيه والمصلحه اللي كانت جايه لنا من وراها، وراجع لي ايد ورا وايد قدام؟ الله 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 الله. وليه العوض ده بس يا جبده؟ ما تحميش ربنا. بوسي ايدك وشي وظهري عبيطه، ده لولا الجماعه بتوع اخواني طبوا على اسمه وهجموا عليه وفتشوا القعده كان زمان دلوقتي 3-4 سنين مرقه كمان. الواحد يحمد ربنا على النعمه، لكن على الفار وخيبة الامل يحمده ليه؟ ليه بس الكلام ده؟ ده انا اول مره تخيب مني من سنين. بلاش البوز ده، بلاش عشان خاطري. حتى بتاتين، حتى بتاتو، حتى بتاتاتاتاتاتو. يلا ودا ما تروق يا جميل. خلصت الوصله؟ اقفل الراديو بقى. الحمام جاهز يا جوز اختي. مشكرين يا وردتي. بقول لك ايه، ساعد اختك كده اعملي لي لقمه على السريع على ما اخد حمام. حاضر. بقول لك ايه، ما تيجي تحكي دار عشان الايد قصيره ما بطولش. بناقص عنك ما طولته، وانت كمان عايز تطوله. بلا وكسه. جده صباح الخير يابا. الحمد لله على السلامه. الفوطه يا جوز اختي كنت ناسياه. صباح الفل يا ورده. صباح النور يا اسامه. ايه حكايه اسماعيليه دي يابا؟ وفين سايب؟ احكي لك كل حاجه بعدين، مش وقت بقى. افتح الباب. ايوه ابدا. ما تيجي حتى بتاتا، حتى بتاتا، حتى بتاتا، حتى بتاتو. يلا بابا حبيبي. قلت لي ايه معاك؟
احلى حاجه في اخوك الصغير ده اللي بيحبني لله في لله. ابو السيد ده طلع عامل رجوله وجدعانه. اه كشف لي الملعوب اللي كان عامله ظبط المباحث، كان وزه عليا، انما هو ايه طلع رجوله، وفي الظروف بتاعته دي في الرطوبه الاجتماعيه اللي محوطاه من كل ناحيه دي كان ممكن يعمل اي حاجه عشان يخرج هو وابوه، انما طلع مجدع. تسلم ايدك يا بورع. الف حمد لله بالسلامه يا سيد المعلمين، حمد لله بالسلامه يا سيد يا مجدع. تسلم يا بورع. اخره الشقاوه عيش وحلاوه. خد ده ابو السيد تذكار مني ليك. تذكار ايه يا معلم؟ انا ما صدقت فكيته. خلاص نضمه للمتحف، كمان عندي متحف بحب احتفظ فيه بكل الاواسيم والناشين اللي حصلت عليها. بسم الله ما شاء الله، ربنا يزيد ويبارك. استاذن انا يا معلم. الله على فين ابو السيد والغاده؟ الا تمشي دايه وحياه بيبي ما يحصل ابدا، ده احنا دابحين 10 غرفان و20 دكر بط و30 جوز حمام وهنشوي كمان. لا واضح ان في مشكله ارقام في البيت ده يا باشا، معلش لازم استاذن بس عشان اطمن على ابويا. اه طالما ابوك يبقى براحتك ابو السيد. برعي هات فرش حمامه يا معلمي، وتطلع العربيه الجديده من الجراج توصل بيها ابو السيد الحته اللي هو عايزها، وتقول له تصبح على خير يا سيد بيه. والله ما عارفين نودي جمايلك فين يا معلم بيبي. خد ابو السيد ده اقل واجب يتعمل معاك، تحيه مني لرجولتك وجدعانتك، والرجاله هتوصلك بيه لبر الامان. ايه ده يا باشا؟ الموت الاخير ده غير قبضه التنين خالص. صباح الفل. صباح العشته. امسك طر على قلبك، خمس دقايق والبروفيسور سيد بشرية يكون وصل. ماشي يا عسل، هتبسط معانا والله. كتر خيرك يا عسل. شكرا. شكرين يا رجاله. سلامنا للباشا، كنتوا اقعدوا طب اشربوا حاجه. سيد بشرية ايه ده؟ ايه يا سيد؟ ده ايه سيد؟ ايه يا اخي؟ ايه الوش الفورميكا اللي انت مديهولي ده؟ انا يا سمعه استنجد بيك تحلق لي. ماشي يا سمعه. ربنا ما فاكر حاجه، ما انت عارف البلبعه واللي بيحصل لي. اه عيب عليك، ده احنا اصحاب عمر. دي غلطه عمر يا اخي. بقولك ايه، انا معايا مصلحه في الجول، حته زبونه لقطه في العربيه. بقولك ايه، خليها لك، اطلع من دماغي بقى، انا مش من امبارح يا سمعه. هطلع من دماغك بس في 1500 جنيه يخشوا جيبك. اتفضل يا ست الكل. ماما ماتت وسابتنا اختين، شرعا ابن عمي ليه اتمرسنا، والبنك رافض يسلمنا المراس غير في وجود ابن عمي، وابن عمي في استراليا ورافض يجي عشان حسيته في المراس مش هكمل ثمن التذكره رايح جاي. الحل اننا نقدم شهاده وفاه مع اعلان الوراثه للبنك عشان نقبض انا واختي، وبعدين ابقى ابعت لابن عمي نصيبه. ولا ما تبعتلوش، انت مش فلوسك جاهزه اهي. على البركه، السكوت تام بقى، ما اسمعش نفس لحد ما نخلص. شكرا. البقاء لله. حلوه يا سيد. شد يا مرات ابويا. يا سيدي يا سيدي، ايه صدرك الواسع ده يا مرات ابويا؟ اهدى يا رب والنبي، ايه اللي عقوق الوالدين؟ سيد شد فرحات. سيد شد فرحات بقى، خش عليا. يلا اقعد فيها. يلا يابا الفحم هيطفي. أه. بالراحه بقى، بالراحه بقى. تعميله حلوه يا سيد. شفت بقى؟ بصراحه قلت لك ابنك هيدلعك. لا دلعني انا، مش مصدق نفسي يا جماعه، انا قاعد بحشش مع ابويا ومرات ابويا، ده ايه ده؟ انها حقا عائله قذره. شفت مرات ابويا؟ فرحات عسل. فرحات هناك يا مرات ابويا. كنت فاكره هنا. لا فرحات هنا. شفت بقى؟ ايه؟ بقيت في نظرها حماده سلطان. ايوه سيد. عارف يابا لو دخلت وديتها ظهرك هتقوم تحلف بحياتك. شد يا مرات ابويا شد.
يثبت حدش حرك مكانه. وفي حد في حيل يتحرك يا ابني؟ الله، انت بلغت عننا مرات ابويا؟ والنعمة على عيني ما حصل. نهار اسود، يبقى انت فتشنا؟ لا، يبقى انت فيك شيء لله. باشا يا باشا يا باشا، والنبي بطل خبط واخلص، عايز ايه يا باشا؟ سعادتك في سوء تفاهم وعايزين نلمه قبل ما يوسع. سعادتك خدتنا من الضل للنار. لا انا ولا الراجل ده عارفين تهمتنا ايه. ليه ما حدش قالك في اسم الاسماعيليه اللي انتوا هربتوا منه ان الراجل الطيب ده كان ممسوك بعربيه مسلوقه وكل الورق بتاعها طلع مضروب؟ حلو قوي. طب الراجل الطيب ده وغلط واتقبض عليه، انا ذنبي ايه بقى اتاخد في رجلنا باشا؟ يا راجل، والفلوس المزوره اللي انت اتمسكت بيها دي كانت ايه؟ وامضيتك على اقوالك في اخر المحضر ده كان ايه؟ ها؟ امضيتي؟ امضيتي؟ اه، مين بقى بيضرب ورق للدخلية دلوقتي يا باشا؟ انت هتهرفط في الكلام ولا ايه؟ واسكت بقى، صدعت دماغي يا باشا. معاش ولا كان اللي يصدعك يا باشا؟ انا بس في مستقبل واحد هيضيع ظلم. موضوع المحضر ده عشان مهمة وطنية انا كنت بعملها لصالح وزارة الداخلية، مش عايز اسيح. انت عارف انت بتفكرني بايه؟ بأحمد زكي في ارض الخوف. يا باشا لو مش مصدقني تقدر تسأل نادر بيه عبد الغني، ودي المباحث في اسم اسماعيليه، هو مرتب معايا ومتفقين على المهمه سوا. مش بقول لك ان انت مصر انك تصيح عشان منقي نادر بيه دونا عن ضباط الاسم وجاي لي انا تنصب باسمه، عشان انت عارف ومتاكد ان نادر بيه مش هيكذبك. يا باشا ويكذبني ليه اذا كان الموضوع كله تم على ايده سعادتك؟ عشان نادر بيه استشهد وهو بيدافع عن اسم الاسماعيليه، اصدقك انا ازاي بقى؟ مين ده اللي استشهد سعادتك؟ نادر بيه عبد الغني. مات؟ يا نهار اسود، يعني انا وابويا هنقضي عمرنا كله في ارض الخوف ولا ايه؟ عايزك اه سعيد. بص بقى يابا، على ميه بيضه كده ووش، انت عارف وانا عارف ان انت ممسوك متلبس، صح؟ صح. وانا ممسوك ظلم، وانا اساسا كنت جاي اخلصك من اللي انت فيه، لقيت نفسي لابس في شجره. ارجع مكانك يا باشا. بس معلش بنتكلم في موضوع عائلي قبل ما نوصل للمديريه. عايزك اه سعيد. العدل بقى بيقول ايه؟ بيقول يا سعيد، بيقول ان زي ما ساعدتك عشان تخلص انت لازم تساعدني عشان اخلص. صح صح. اول اشاره تيجي انت هتشوش ولا ايه؟ وانا بقول له حاجات قبيحه؟ ده ابويا، انا بس هفهمه مصلحته. ويا رب يبقى فاهم. يا رب يا رب. مالك يابا؟ انا سيد. مالك يابا؟ مخلوق سيد. يا اخوانا مروحه صيني ولا مرير راجل بيروح مني؟ مالك يابا؟ يابا يا اخوانا بري ولا حاجه؟ يا باشا يا باشا. استنى يا عبد الغني، اجري كده شوف الحياري. وانت مين؟ بقى تقف هنا. ايه تهنا؟ ها تهنا ايه؟ وصلنا يا سيد، ما العماره اهي. انت هتستلوح بقى؟ انت تعرف حد ساكن في العماره النظيفه دي يا سمعه؟ عيب عليك يا سيد، عيب عليك بقى يا اخي. بقول لك 10 سنين بحالهم. لا اله الا الله، 10 وساكنين في العماره دي؟ جرايه سمعه. لا ما انا هقول لك يا سيد، ما هم قبل العشر سنين دول كانوا ساكنين في حته معفنه برضه زي حالاتنا. يلا بينا. يلا بينا على فين؟ هنطلع ناخد القرض الحسن. يا ابني استنى، يمكن نايمين. ما ينفعش يناموا عشان دلوقتي اوقات العمل الرسميه. يا ابني بالراحة، يا ريت الجرس ضرب. هو الجرس ده بتاعكم يا سيد؟ وشوف يا أخي، يعني إحنا جايين نكسبهم ثواب وهم مش عايزين يفتحوا. افتحوا بشر، ده أنا سمعة مش أزهر. مين؟ نهار أسود، نهار أسود، شفت ده إحنا غلطنا في الشقة، يلا بينا نجري يا سمعة. ما غلطناش يا سيد، ما غلطناش. مين على الباب يا بيت؟ وجوه صعدة يا أبلة. مش صعدة ولا حاجة، ده إحنا محترفين. لولا لولتي حبيبتي. يخيبك يا سمعة، تعالى. الله 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 يا سيدي، على المشية يا سيدي. سيد انت هتفضل واقف، يلا عشان ننبسط. اه فعلا، انشراح. ايه الكذب ده؟ الله الله، اه بس كده؟ لا باينه الشقه. بتخرج بيا يا سمعه؟
تقول لك ارض حسن وانت واخد لي شقه ابن الله احرقك. انت بتتفرج على ايه يا سمر؟ بس مباشر. بس يا اخي الله يخرب بيتك، ايه الشقه اللي انت جايبها لنا دي؟ ما تفكك بقى يا سيد من حصه الوعظ دي وتسيب الوعظ للناس الصح، انا وانت يا صاحبي لا مؤاخذه يعني في الخطيئه، احنا هناخد مصلحتنا وهنبقى من هنا. يخرب بيتك يا اخي، اخره المتمه الواحد جاي يستلف فلوس من شقه عرقانه. هنتشافها. هنتشافها يا سيد، ولا مؤاخذه يعني يا سيد يعني، الفلوس اللي هناخدها من هنا هتطلع بيهم ابوك يا حج، ما احنا هنخرج ابوك الحرامي من الحبس، ابوك حرام يا سيد. قولها لي في وشي، سيح في المكان الطاق، انا مش عايز اجيب سيره امك، انا بقول لك اهو. وبعدين ايه الحكمه والوعظ اللي نزلوا عليك فجاه هنا ده؟ يا الف اهلا وسهلا يا سمر. بالراحه يا بت على الباشمهندس، ده لسه مركب دعامه. دعامه؟ انا كنت فاكرها شقه دعاره طلعت مستشفى ومعاد الدق. مش مصدقه روحي. معقوله؟ معقوله سمعه المتين لف وطار وحط عندي؟ سمعت سمعه صاحبك المتين وكمان بيطير. منور منور عيش ليلى شمال. ليلى ايه؟ شمال. وايه الفخر اللي هي بتقول؟ وايه الصينيه السوداء؟ مش في مريض جوه؟ دي وقتها؟ بتتودوا في ايه يا اخويا؟ انجز خش في الموضوع بقى. لالا حبيبتي سيد ده حبيبي وصاحبي وكان مزنوق. بس كده؟ مزنوق قوي. ايه ده؟ لا انا مزنوق في فلوس. ايوه سيد مزنوق في فلوس وانا جاي اضمنه. محتاج قد ايه يا اخويا؟ 8 7 ايه؟ 7 ايه 8 عشان هتمشي من غير ميه حافي كده؟ في حاجه؟ الحاجه محتاجه. قلت يا لولا. طب هتحطهم في حجركم قد ايه؟ يعني يا مسهل 3 شهور كده بالكتير. ومضيعها على نفسك ليه يا اخويا؟ ما تخليها 6 شهور 6 يعني. اه دي شمال حتى في الارقام مش نافع اي حاجه. الـ8 يرجعوا بعد 6 شهور 10 ونص. الصبح ولا بالليل؟ لا يا عينيا 10500 جنيه. جرى ايه يا سمعه؟ ايه ليلى دي اللي لابسه لي بدله الكاراتيه؟ انا معايا فلوس ادفع ده؟ مش فاهم في ايه. طب اخوك بقى؟ سيب لي الطلعه دي. يلا. لالا. لالا ما هو. ها؟ لالا. كتير علينا يا لالا، ما تخليهم 9. 9 في الخير يا عينيا. والله احلف لك بايه؟ انا مكرماك. قالوا للشمال تحلف، قالت وحياة شرفي. لا احنا شمال ولا لينا في العيال يا اخويا. ولو الدنيا لسه بخير ما كناش ربطنا الكوبايه في الكولدير، احنا بنهزر ومعانا مريض جوه. يا ست هاتي والنبي 8000 جنيه قصاد الامانه، خلينا نخلص من الليله الغبره اللي احنا فيها دي يا سمعه. صباح الهنا. ما عندناش راجل هنا. انا عشان كده قلت اشق واشوف الولايه محتاجين ايه. محتاجين الستر. الستر من عندك يا رب. اللهم امين يا رب، اللهم امين. الله مالك في ايه؟ وانا بعض ولا ايه؟ تعض تهوها وتخربش، مش هتعدي العتبه دي طول ما رجاله البيت مش هنا. اخلص كده على الباب وقول عايز ايه؟ الرضا والوصال. كده مره واحده؟ ليه؟ قالوا لك عليا مره شمال؟ يا حبيبي اللي قدامك دي تتعبك قوي قوي. انا غلبت ماري منيب، انا مدوباهم 4. يعني انا يا دوكش لا بت البنوت اللي مستنيه فستان ابيض تفرح بيه، ولا من اللي بيتشقطوا بغنوه وتسبيله. يا رب على الظلم. طب عليا الحلال، انا مطالب غير الحلال. حلال ازاي يا راجل وانا على ذمه راجل؟ بس ما تقوليش راجل بس. ايش جاب لي جاب؟ ايش جاب الحكومه للي بيهربوا منها؟ الشباب والصحه للي ركبوا تشخل اللي وهي ماشيه. برضه كلام في غير اوانه، لا يصح يتقال ولا حتى ودني تسمعه. انا بس غرضي بلاش نقفل الباب، نسيبه موارب شويتين. وماله نسيبه موارب او حتى يجيب شويه هوا بدل الخنقه اللي انا فيها. يلا اتكي على الله بقى. على نار الشوق انا هستنى. وهصبر قلبي واستنى. على نار الشوق انا هستنى. الله يرحمك يا عبد الوهاب، لو كان سمع صوتك كان انتحر. ابو العز بيه، ابو اليزيد اذا وعد اوفى باكثر مما وعد. طبعا صفحتك بيضة زي اللبن الحليب. امال ايه القضيتين يا باشا طلعوا بشنج؟ لا 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 لا، ما سعادتك قضيه الهروب مرتبطه بقضيه المخدرات الفشنج. طبعا طبعا، اجمل التهاني القلبيه، ويوم سعادتك زي العسل. لا لا لا، ما بين الخيرين حساب. رقم حسابي عند سعادتك. ايوه
مظبوط مظبوط، دايما اجيب لك الاخبار الحلوه ودايما تبلغني برقم ايصال الاذاعه. الف سلامه. تسلم ايدك يا عشق السنين. الله، العسل من ايدك بينقي السكر. اهلا اهلا وسهلا. صباح الفل يا عرب. والله الخير على قدوم الوردين يا سيد. اقعد اقعد، بسم الله، مد ايدك. باشا باشا. اقعد يا حبيبي. في حد قال لك يا سيد ان انت وشك نادي وادمك ادم خير؟ كتير كتير يا باشا، بس انا ما بركزش، ما بحبش اتغر. والله عسل والله عرب. على وشك يا سيد، القضيتين بتوعي طلعوا في شنك، الهروب والمخدرات. الف مبروك يا باشا، عقبال ما ربنا يفك زنقه كل المحجوزين يا رب. بقول لك يا ابو السيد، انا هشغلك معايا من الاخر كده، انا بقيت بتبشر بيك وعايزك تبقى ملازمني على طول. ايه رايك يا موجة الروح؟ اللي تقوله امر واجب النفاذ يا سيد الرجاله. هو سيد بس قصدي يقول لك ان هو يطول ينور شرف خدمتك. وبعدين يا سيد، هو انت ما سمعتش عن المثل اللي بيقول من جاور ابو العز يسعد؟ وبعدين يا بيبي، زي ما هو وش حلو عليك، انت كمان وشك بكره هيبقى شمس وقمرين عليك. اه، ايه رايك يا ابو السيد؟ وانا لحقت قصدي يا باشا، يعني هقول ايه بعد اللي اتقال؟ يا رب بس يا نور حسن ظنك فيا. قعدهم في الصالون المؤدب لحد ما اجي وشوفهم يشربوا ايه. تعالى معايا عارف، ولا انت لسه ما خلصتش اكل؟ لا، هو في اكل بعد ايه؟ قطع ايده اللي تتمد على لقمه بعدك يا سيد المعلمين. اتفضل، انا في ظهرك. تعالى يا سيد. اتفضل يا باشا. حاجة بسيطة جدا، انت ما شفتنيش انت وانا في سريري بقى، بس اقرك يا شيخ، اقرك طول الليلة، اتقلب اتقلب زي عقرب الساعة. بس بقى بس ايه؟ الله، شفت اللي مصحياني؟ انت محيط دي صحيتك عشان كان ناقص ثواني وتبقى قاعد على رجلي. خسارة. نعم، بقول لك ايه، اللي فاضل قد ايه نوصل الغردقة؟ يوه، خلاص ما هتخنق علينا. يا نهار اسود، انت لسه هتصوتي؟ ده انت فقر. ساترك يا رب. بقولك ايه؟ طلعها كل اللي في جيوبك. ليه؟ حطيه في ظهر الكرسي هنا، أأمن مكان في الأتوبيس. خلاص. حاضر حاضر. وقولي زي اللي هقوله بالظبط. حاضر. ود نزل الركاب، مصاروة وصواح، نزل كله، هم. سمعتوا الكلام؟ كله ارفع ايدك فوق وانزل من الأتوبيس. والله بسرعة. اللي معاه فلوس، موبايلات، ذهب، يحط كل حاجه في الشنطه، كل حاجه. شو قلت لك؟ أأمن مكان. باص. ايش تقول؟ يعني ما معيش حاجه يا باشا، والله انا عجلت، انا اساسا رايح ادور على شغل. وانا كمان والله رايح ادور على شغل. لا ازاي بقى؟ ده انت بدوي وبتفهم في النخ وهتفتش واحده ست؟ ارفع ايدك. ايه ده، انت هتعمل ايه؟ انت حره، خليهم هم يفتشوا في جيوبك. انا مش معايا غير دي والله. وانت هات الشنطة. بقول لك هات الشنطة. دي فيها كمبيالات. يا مين بالله هتخرب النار يا حاج؟ هات الشنطة. يا جماعة مش كده، الرحمة ده راجل كبير.
خليك في حالك انت. اديهم الشنطة الكبيرة. ما يعملش كده. بقول لك اديله الشنطة. الاتوبيس والموبايلات والفلوس ومشي. مش قلت لك ده امن مكان؟ انت كويس يا حاج؟ انت كويس؟ كويس ايه بقى؟ كان لازم تثبت في الشنطه، كنت اديها لهم من سكات. يا نهار اسود. لا ايه رايك في المفاجاه دي؟ ولا حسونه ولا معلم حسونه؟ الله ده مش هنا. امال البنات قالوا جوه ليه؟ مش عرفوا. قدامهم في التليفون. الله ده التليفون بيرن. الله ده في الحمام. من زمانه جاي. واخد التليفون مع الحمام ليه؟ بيبعت له مو اس ام اس. يا اهلا يا اهلا وسهلا. يا حسونه ده انت لابس كعب عالي ولا ايه؟ اخيرا نورتني في المكتب. انت المفروض تشكر المدام، هي اللي صممت تغير عربيتها من عندك مع انك حراق وتاكل مال المستشفى 57. ولا تصدقوا، لو معقول بيبي هيغلط في صاحبه؟ طب عليا النعمه طول السك عمال يشكر فيك. ربنا يديم المعروف بينكم. امين يا رب. الله يحرقك يا سيدي. اتفضل اتفضل تعال. خش. اه صح خش. اه مهجتي. ها يا مدام، في حاجه زغللت في عينك ولا نروح الفرع التاني نتفرج على الموديلات الجديده؟ ها ايه رايك يا سيد الرجاله؟ هو انت لما عرفت ان في موديلات جديده هتعجبك حاجه هنا؟ يا اخويا خلينا نروح نحضر صباع ابن سالم بيه بحته الاقه. انت واخد المدام معاك ولا ايه؟ واخد المدام والعيال، مش سبوع وحلقتك برجالتك، هروح لوحدي اعمل ايه؟ وماله؟ انا كمان اعملها بجميله واخد المدام والعيال. يلا في داهيه. اوعى تكون بتقول يا سيدي الرجاله نقلنا اي حاجه. لو حياتك ده منظر لك على اغلى حته. هات لي مسوده الوصيه معاك وانت جاي اسبوع وجيه. ويا ريت ما تضيفش اي حاجه من دماغك، وبلاش قلبك يبقى رهيف قوي كده. مش حكايه قلب رهيف، ما هي كمان مش مساله ضمير لاننا دافنينه سوا. يلا توكل انت على الله. سلام. بقول لك يا برنس والنبي، ما تعرفش مكتب سليمان باشا فين؟ مالك؟ ما ترد؟ اه ده اللي انا كنت عامل حساب، ده راكب بتوع الغردقه. انت الخسران، كنت هتاخد ثواب فيا. ابو العز بيه، الراجل اللي انت بعته لي جاي ترزار، لا معاه بطاقه ولا تحقيق شخصيه. اه بيقول ان اتثبت في الطريق وهو جاي. انت يا جدع انت خليك معانا. وانا اقول الكهرباء قال لي في البلد. بسم الله ما شاء الله يا باشا، ولا شارع عبد العزيز. امورنا يا فندم. معاك اهو ابو العز بيه. الو يا سيد المعلمين، شفت اللي جرالي؟ قلبوني يا باشا، ما سابوش غير الهدوم اللي عليا. حاضر يا سيد المعلمين، من النجمه هقوم اعمل بدل فائد والله، بس طمن الباشا من ناحيتي. ربنا يخليك يا سيد المعلمين، اتفضل. يا ابو العز بيه، والنبي بس عايز رقمه على الموبايل الجديد بقى يعني قبل ما تقفل. حاضر يا ابو العز بيه، من عينيا، مع السلامه. ما قلتلوش ليه؟ انت هتلغي. عادة المرتب هنا 1200 جنيه. عشان خاطر ابو العز بيه هعملهم لك 1350. عداك العيب يا باشا. اكلك هنا واقامتك في سكن الجردات مع زمايلك. زي الفل. فضل ونعمه. واقف ليه؟ اتفضل. ما انا ما كنتش حابب اقعد قصاد سيادتك، لكن لو حضرتك عايز ده حاجه تانية. انت بتعمل ايه؟ اتفضل بره. اسال على واحد اسمه زمزم هيعرفك فين سكن الجردات، فيلا 312. فيلا و312؟ شوف يا باشا، الهي ربنا يكرمك، مش تشرب من ميه زمزم تبلبط فيها كده يا باشا. سلام عليكم. بلبط. بسم الله ما شاء الله. لا وفيلا و312، وهي شقه شركه اساسا. مساء الفل يا رجاله. احنا بقى زمايلك هنا وفي القريه. علي الشهير بسلفستر. اخوكو باشا الشهير بفندام. متولي البيومي فرغلي الشهير بارنولد. اهلا وسهلا. أخوك سيد أبو الليف الشهير بأحمد السقا. برضه هتروح تنام في الأوضة التانية؟ عشان أعرف أنام. عايزاني أنام هنا إزاي والممرضة معانا؟ طب
ممكن أطلب منك طلب قبل ما تروح الأوضة؟ خير. ممكن أكلم ماما أفرحها بوجيها؟ وهم الميتين بيكلموا؟ أنت نسيت إنك ميتة بالنسبة لهم من سنين؟ ولا عايزة تكلميها تفرحيها وتقولي لها إنك رجعتي لوش الدنيا؟ الموضوع ده اتقفل من قبل ما نتجوز، وحسك عينك اتفتح تاني. ده إذا ما كنتيش عايزة ابنك يتربى يتيم الأم. ده إيه اللي دخلك هنا؟ وإيه اللي خلاك تفتح الجواب ده؟ والله أنا هقول لحضرتك، أنا كنت داخل المكتب عادي أنضفه كالعادة، لقيت الورق ده على المكتب والله. وإيه اللي خلاك تفتح الظرف ده؟ أيوه، تعال لي هنا حالا، سيبه وتعال لي حالا زي ما بقول لك. إيه اللي خلاك تفتح الظرف ده؟ كنت عايز تشوف إيه؟ ومين اللي بعتك عشان تشوف إيه؟ فضول، والله فضول. فضول؟ والله العظيم فضول. ساعة الباشا، أمرني. سليمان فين؟ أمرني؟ سليمان فين؟ أيوة ده سؤال سيادتك، أنا قلت لحضرتك أمرني، دي حاجة ودي حاجة. روح شوف سليمان. عينيا الاتنين أهو ده أمر، حالا يا فندم عينيا الاتنين، ارتاح ارتاح يا فندم، حاضر. أنا قلبي كان حاسس، أمرني يا باشا. يا ابني روح شوف سليمان فين؟ حصل يا فندم، وأول ما يجي هبلغ سيادتك، ارتاح يا فندم ارتاح. إيه وأنا متحفظ عليا هنا ولا إيه؟ متحفظ عليك إيه بس يا فندم؟ ولا حد جاب لي السيرة دي. خش بره بس في اسبوع وبومب وصواريخ، ده لسه واد صغير واخد حته صاروخ في ودنه، ضيع الارنبه بالقرقوشه، وانت عارف بقى سيادتك اللي يلعب مع العيال، اول ما يجي هبلغ سيادتك، ارتاح يا فندم، سلام يا فندم. ايه ايه راح فين؟ اوعى يا ابني. اوعى ويا ابنك؟ أنا افتكرتك، أنت تنكت الغردقة كلها فيك. يا سيد، بس يا سيد بتعمل إيه؟ لمؤاخذة يا سالم بيه، لمؤاخذة يا سعادتك، اتفضل سيادتك يا فندم، واسع سيد. معلش يا سيد جديد يا فندم. اتفضل سعادتك يا سالم بيه. أخرب بيتك يا سيد، إيه اللي أنت عملته ده؟ ده سالم بيه الجرحي صاحب القرية. سالم بيه الجرحي صاحب القرية؟ آه. يا عيني عليك يا سيد، روحت بدري. بيقبل اعتذار؟ انت ايه اللي انت بتعمله ده؟ واللي جابك من السفر اصلا ده ما كانش اتفقنا. اعمل لك ايه؟ حسيتك مش عارفه تنفذي حاجه ما اتفقنا عليها لوحدك، قلت انزل لك يمكن نزولي يخلينا ننجز احسن واسرع. والله؟ اقوم حكمت عليا بالفشل؟ سلام، ما الفشل اللي طلعت راس السنه في موضوع السن ده سميه ايه؟ ما كنتش بعت لك التركيبه بنفسي ومعيك على كل حاجه. وده بقى يا سيدي المسرح الروماني اللي بنعمل عليه الحفلات والايفنتات وكل حاجه. تحب تيجي نشوف؟ يلا ها. نطق. لا سعادتك، مات. الله 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 يا ولاد اللذينه، جبتوا الاكل ده منين؟ حماتك بتحبك يا سيد، يلا تعالى غوص معانا في الفسفور. هيكون من بيتنا يعني يا سيد. الله، امال فين الكاميرات اللي ناقصه حطها لنا في الحمامات؟ ازاي ما جابكوش وانتوا طالعين بالاكل ده كله؟ تصدق يا ابو السيد ده كله شغل بكش. لا يا الكاميرات شغاله يا سيد وكل حاجه، بس اللي قاعدين في المطبخ شغالين اكتر. من الاخر يا سيد شبهنا غلابه زينا، صعب عليهم وقفتنا طول النهار. ايوه يا جماعه، بس دي كميه فوسفور جامده، احنا هنتعب بعديها ياما. يلا بسم الله. كبسه. كبسه ايه؟ اهدى بس يا سيد، دول هيضيعوا الفوسفور. بريفيت برختيتي. دفاي دفاي دفاي. يا لهوي ياما، دول مش هيضيعوا الفوسفور بس، دول هيضيعوا البلد بحالها. مساء الخير. يا مساء الفوسفور. لولا يا قد كده الدنيا ضيقه. زناتي في ناموسه زنت ولا انا بتهيألي؟ الله ده اسامه يكونش هو اللي زعق يا اولاد. انت اللي دخلك البيت تتكلم على الحريم وانت عارف ان البيت ده ليه رجاله. رجاله؟ رجل اولاني في السجن والتاني يا عيني هربان من السجن، ورجله التالت بقى طروقه وفي المدرسه، يبقى انا عداني العيب ولا ايه يا جدعان؟ الراجل اللي قدامك ده بقى مش عاجبك؟ هو فين ده؟ هو انا شايف حاجه انتوا مش شايفينها ولا ايه يا رجاله؟ لا لو عينيك تعباك بقى يا حبيبي نجيب لك نظاره، حتى تعرفك رجليك الوسخه دي واخداك على فين؟ انت هتنسى نفسك يا روح امك؟
يوعدك يا يوعدك يا انت. ما قلنا بس تاني؟ هو ايه اللي تاني؟ انا قربت لك ولا هي تلاكيك وخلاص يعني؟ وانت عامله ايه؟ شفت يا بنتي، اتنين متعرضين لسرقه بالاكراه سوا وفي غربه، خلاص حرام يسالوا على بعض. ماشي كتر خير. ها في حاجه تانية؟ في وفي ثالثه وفي رابعه وفي خمسه، وما يعرف الشغل انا ما احبش صواني وبسبسه. انا يلا على شغلك. ونقول الو؟ الو يا سيد الحقني. مالك يا ورده؟ اسامه دخل العمليات، حالته خطيره. اسامه؟ طب اهدي بس اهدي وفهميني ايه اللي حصل. طب انتوا فين دلوقتي؟ قول لي بقى، اجيب لك سندوتش كبده؟ طب فرخه مشويه تاكلها لوحدك يا عم؟ مش عايز اكل. طب نص ريش وربع طرب وسلطات هدلعك. اسامه اجيب لك وزن سوان وبينا؟ ايوه يا عم كده، اضحك وفكها بقى. بكره ترجع بيتك وتبقى زي الفل. انا مش عايز ارجع البيت ده تاني يا سيد. يعني ايه؟ يعني شوف لي حته تانيه عايش فيها. خدني معاك الغردقه. ايه العبط ده؟ ايه يا اسامه؟ ارجع الحارة ازاي يا سيد بعد ما اتضربت قدام الناس كلها؟ وردة شافتني وانا بتضرب يا سيد. ابص لها بعيني عين دلوقتي. معاش ولا كان اللي يكسر عينك يا حسام. هترجع الحارة وبيتك وراسك مرفوع في السماء. الايد اللي تتمد على عيلة فرحات ابو دومة تستاهل قطعها. صح يا اس؟ راضي يا اس؟ شكلك مش راضي اخويا وانا عارفه. راضي يا أسامة؟ أنت مفيش حاجة بترضيك يا أسامة خالص كده؟ قول أنا مرة. ياض قول أنا مرة. روح بلغ الدكتور من الصيدلية البشرية هنا. إيه باصص لي كتير؟ إيه متضايق من اللي حاصل؟ خد بقى السفونير ده عشان كل ما تبص في مراية تفتكر سيد بشرية. آه! سيد! ابن حبيبي! لا إله إلا الله! الراجل يعيني من قلة الناس اللي بتزوره وافتكرني ابنه. معقولة يابا؟ معقولة؟ اجي ازورك تسيح لي؟ وحشتني. وانت كمان وحشتني قوي 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 يا سيد. بقولك يابا خلي بالك، انا دلوقتي بقى اسمي سيد ابو الليف. بتتبرم لابوك يا سيد؟ بره ايه بس يابا؟ مش انا مطلوب؟ اي مكان هظهر فيه باسم سيد فرحات ابو دومه هتمسك. عشان كده عملت بطاقه باسم جديد عشان اعرف اشتغل في الغردقه. انت قلت ايه اللي جابك دلوقتي؟ هو انت جيت عشان خاطر ابوك حبيبك يا سيد؟ لا مش الفكره. مش قصدي يابا، انت على راسي. بس الواد اسامه اتخانق واتصاب في الحاره، زنقت يعلم عليه، فنزلت عشان اجيب له حقه. مش عايزين حد يفتري عليهم في غيابنا. يابا بتعيط ليه بس؟ ده انا خليت لك زناتي ذكرى من ذكريات الحاره، واسامه زي الفل. بتعيط ليه بقى؟ انا مش بعيط عشان خاطر اسامه يا اخي. عايز سجاير اجنبي وكفته. كفته؟ زبدة وحشتني قوي قوي يا سيد. يا نهار اسود ومنيل. زبدة؟ يا عم اعتق بقى، حتى في الحجز عايز تذاكر؟ ينفع كده؟ تصدق بالله من ساعة ما اترميت الرمية السودة اللي انا فيها دي ما جاتش ضربتني ولو مرة واحدة. رغم انها عارفة ان انا روحي فيها وان تعب الدنيا ده كله ممكن يهون لو هي جنبي. تعرف يا سيد؟ والله 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 لو طلبت ضيع عينيا قد قولها
وعيش بقيه عمري ألطش. لا انت اكيد بتتكلم عن ناس عجرم يابا، لا يمكن دي تبقى زبده. يابا دي عامله زي البطه البلدي اللي متاكله ثلاث مرات قبل ما حد يسمي عليها، ده غير العرف. بحبها سيد، بحبها حتى لو كانت نعزه. نعزه؟ ماشي يابا. بنت حلال. وبعدين معاك بقى؟ وبعدين معاك بقى ايه؟ الحاج سيد الصني عزمنا على العشاء ومصينا بلغك، حابه تستنيني ونروح سوا ولا؟ الو مالك؟ بقول لك ايه؟ ما تعرفش فيلا سالم الجرح فين؟ دي الغردقه كلها تعرفها. اتنقلت هناك ولا ايه؟ حاجه زي كده. حلو، اخلص بقى المقابله الرزله دي واوريك الفيلا في سكتنا، تمام؟ تمام. يلا. هستناك. انا طول عمري لا بحب الاستثناء ولا الواسطه. خصوصا في شغلة الأمن، لأن اللي بيشتغل بيهم في شغلانتنا دي بيعمل ثغرات أمنية كبيرة، وإحنا شغلتنا تحقيق الأمن والأمان. طبعا يا باشا كلام زي الفل. بس أما بالنسبة لكم بقى أنتوا التلاتة، لولا أن أنا عارف إخلاصكم وقدراتكم العالية في الشغل أنا ما كنتش لغيت الجزا، بس لو اتكررت تاني هضيف الجزا القديم على الجديد. اتفضلوا. استنى انت. امورنا يا باشا. انت ايه حكايتك بقى بالظبط؟ كل شويه تكلم ابو العز بيه وتخليه يكلمني علشان يتوسط لك ارجعك الشغل تاني. اعمل حسابك. مالكش فرص تاني في المكان ده الا بشغلك وبس، مفهوم؟ مفهوم يا فندم. ربنا يخليك لينا ويخليك للغردقه. وجبت بطاقتك ورقك ولمصر وللامه العربيه. جبت ورقك؟ اه يا فندم. دي البطاقة وبقية الورق كله يبقى عندك الصبح يا فندم. ابعتلي يا أكرم. فكرة نفسك في بيت أهلك. مغفل، هضيع نفسي عشان واحدة هبلة مش عارفة تميز ما بين راجل وست، ولا أنت كنت ناوي تقتلي أي حد ولا إيه؟ قدامي معالي معالي. أنت جاي ورايا ليه يا أخي؟ ما تسيبني في حالي يا أخي. معالي، من أول ما شفتك حسيتك مش مظبوطة. سؤالك عن الفيلا، كلامك عن اهلك واخواتك، اول بصه ليك لسالم الجرح ما كانتش بصه مظبوطه خالص. سرقه الخنجر من ورا الراجل اللي في نفس التوقيت كان بيوصينا فيه على بنته. حتى بنته لما سالتك اشوف لك شغلانه قلت لها لا، انا عايزه شغلانه تانيه. مفيش حد جاي يدور على شغل بيختار الشغلانه اللي هو جاي لها. كل ده حسس ان جاي تعملي مصيبه يا في نفسك يا في حد. مشيت وراكي بعد ما خلعتي مني طبعا، ودخلت وراك الفيلا زي ما دخلتي بالظبط، والباقي بقى انت عارفاه. بصي، انا مش هسالك كنت عايزه تقتلي سالم الجرح ليه، ولا ليه دعوه بحياتك اصلا، لكن انا ما اقدرش اشوف حد لسه ما هضمتش معاه اللقمه اللي كلتها في خطر واقف اتفرج واعمل عبيط.
ممكن تسيبني وتمشي بقى؟ لا يا حيل، ما كانش يتعس. انا مش هسيبك كده في وسط الشارع في انصاص الليالي. انا مش هسيبك غير في بيتكم لما تبقي في الامان، وبعد كده ابقي اعملي اللي انت عايزاه. وده كمان لازم يرجع لاصحابه. العيش والملح ليهم حق عليا، وليك عليا. لما تقولي لي كنت عايزه تقتلي سالم الجرح ليه، هبقى اجيب لك واحد على حسابي. خد واطيه باشا. ولا باشا، فلات الامن وصل بك للدرجه دي؟ بتثبت هلا في عز الفجر قدام فيلا سالم الجرحي؟ لا، هات اللي في ايدك ده. يلا اتفضل يا باشا، كمل بقى جميلك وقعد بطاقتك انت ويا. يلا اتفضل، طلع بطاقتك. ما معيش بطاقه. خرب بيتي. حلو قوي الكلام ده. خنجر بتاع مين فيكم؟ ده بتاع الحاج سيد السني يا باشا. سيد السني اللي عنده مزارع على الممشى؟ يا باشا، حتى بالاماره كنا بنتعشى عنده. طب اركب انت ويا. يلا نركب ايه؟ نركب ايه ده ظابط؟ هو شاطك اركبي. يلا يا باشا هات. ايه شغل القطط ده؟ ام تنكت الغردقه. امرني. ايوه انت بتاع امرني. بقول لك ايه ده؟ تعان ولا ايه يا باشا؟ اسمع بس، من اول مره شفتك فيها وانا قلت الواد ده حرك وبتاع حوارات، عايز منك حاجه تساعدني فيها. حاجه اللي انت عايزها؟ مش اللي في بالك. خد بس، مش اللي في بالك. ليك في سكك الغردقه صح؟ ادي احنا بنلوش يا باشا. طب وانت بتلوش كده ما تكعبلش في سكه ديلر تنجز منه؟ ايه مش عارف يعني ايه ديلر؟ لا ما اعرفش يعني ايه انجز. عسل. قلتيش اسمك ايه؟ سيد يا باشا. وانت؟ باسم بيه. عايز ايه يا باسم؟ مش بقول لك عسل. انجز، هتعرف تخلصي في المصلحه دي ولا لا؟ لا يا باشا، اللي يسال ما يتوهش. بس هو مزاج سعادتك ايه بالظبط؟ بقدرك. خرب بيتك من اولها. ما انت بتوشوشني. اهدى بس يا ابو سيد. اسمع، خد الفلوس دي، عايزك تنجزني في المصلحه دي بسرعه. سرعة مين؟ أسرع من السرعة. صحيح، كيف بيزل؟ راحت فين تركت الغردقة؟ شمام. بقول لك إيه؟ هو الواد أنيب سالم بيه ده بيجي هنا كتير؟ والله يا سيد أنا أول مرة أشوفه من ساعة ما استلمت الشغل هنا. إنما بتسأل ليه يا سيد؟ تشربوا شاي؟ نشرب. مفيش، اصله كلفني بحاجه يعني، استغربت ازاي كلفني بيها وانا لسه جديد. انا قلت يعني لو رجله واخده على المكان يبقى اكيد عارف السكه، او على الاقل عارف الناس اللي تدلوا عليها. بس بما انه جديد يبقى تمام. تمام، شفته الحاوي طلع مش سهل. حرس ولا تخون يا ارنولد؟ صح يا صاحبي، بس الواد ده سيد تحرس منه بزياده شويه. انا عن نفسي ما ارتحتلوش من ساعه ما شفته. سالم بيه مصيبه. مين اللي لقى الجثة؟ واحنا كنا بنعوم وفجأة الموج رمى الجثة دي على الشط وسخن. السكيورتي ده شافني وانا بسحبها. باشا، مش انت يا ابني اللي كنت عندي في الاسم امبارح؟ تسلم ذاكرت معليك يا باشا، بس انا زي الناس دي جيت على الهيصة، وأول ما لقيت المرحوم بلغت على طول. تمام. مساء الفل يا ارنولد. مساء الفل. الريحة الحلوة دي يا سيد. النبي عجبتك؟ لا ده انا نزيه قوي وعجبك. طب والله والله يا ارنولد مركبها ب 34 جنيه في الحسين. 34 جنيه يا سيد؟ انا بتكلم عن ريحه الكفته اللي في ايدك. يا راجل هي دي كفته؟ ولا اقول الريحه دي جايه منين؟ انت بتلف وتدور يا سيد. وانت طلعت بخيل ولا ايه يا سيد؟ بخيل؟ بخيل مين يا ابني؟ ده انا ابو الكرم كله. يا نهار اسود. ده انت مش تاكل السندوتشات بس. انت تاكلني انا شخصيا. بقول لك ايه؟ هو انت كنت تعرف المرحوم؟ لا، بس بيقولوا يا سيد لما كنا عندك في مصر ان هم لقوا حاجات في اوضته سالها من عند سالم بيه. يا نهار اسود. بقى كده يا ابو العز بيه، يوم ما اطلب منك شغل تبعت لي حته لبش قتل وسرقه تحرش. جت في ميعادها. حبيبي يا سيد. صحة وعافية يا حبيبي. معناها مش قتلتك يا ارنولد، مش عاجبني. نازل نازل. لا ايوه، انا حبيت بس اطمنك. خدت وجيه يعني امشيه على البحر شويه، اهو شم هوا اليود والبحر وكده. ها اي
الست دي حد حاول يخطفها هي وابنها يا باشا. الست دي الحمد لله على سلامتك يا فندم. اتفضلي سعادتك نوصلك لحد الفيلا. الست دي مين دي؟ فرض الأمن اللي أنقذك من سعادتك زي ما أمرت. أنت اسمك إيه؟ خدامك سيد يا باشا. سيد إيه؟ سيد أبو الليف معليك. أنت عارف أنا جبتك هنا ليه يا سيد؟ مش عارف يا باشا، بس يعني كلنا خدامين معليك. اللي يضحي بحياته عشان الناس ما يعرفهاش بقى عملة نادرة النهاردة. وأنت أنقذت مراتي وابني. عشان كده أنا من النهاردة عينتك حارس خاص ليهم. ما يغيبوش عن عينيك طول ما هم بره جدران البيت ده. مفهوم؟ أوامر معليك يا فندم طبعا. سليمان. أمورنا يا باشا. سيد يبات في أوضة رشاد معانا هنا في الفيلا. من الليلة دي. حصل سعادتك. تعالى يا سيد. أمورنا يا باشا. خد دول. خيرك سابق يا باشا. دول عشان تجيب لك كام بدلة وكام قميص وكام جزمة كويسين. عشان مظهرك وانت خارج مع المدام واجيه. ربنا يزيدك يا باشا. على اذن عليك. وانت من هنا ورايح مفيش خروج من غير اذن. حاضر، بس انا كلمتك. تكلميني قبل ما تتحركي فعلا، مش بعد ما تخرجي. اتفضلي. انا اسف. اهلا وسهلا. اهلا. الله يخليك عم شيخ. اتفضل. بسم الله الرحمن. سلام وقول من رب رحيم. مش ده القتيل اللي شفناه على الشط من يومين؟ رشاد. انت هتعرفني عليه؟ ما انا عارفه. لا انا بقول لك يعني الله يرحمه ويغفر له ويسامحك ويسامحك على اللي عملته فيا. بقول لك ايه، ما عندكوش اوضه ثانيه بات فيها؟ بوس ايدك. يا ريت، بس دي اوامر سالم بيه شخصيا وانت عارف الاوامر. طب بقول لك ايه، استنى استنى، خد الصوره دي معاك. ما هو مش هبات انا وهو في اوضه واحده، انا جيتتي مش خالصه. طيب امسك ادي مفاتيح الاوضه، وربنا يجعل حظك فيها احسن من حظ اللي قبلك. امين يا رب. بقول لك ايه ما عندكوش شنطه كاسه قران كده الشيخ عبد الباسط اي حاجه؟ انا جيتتي مش خالص يا عم بشير. يا ريت، كل حاجه المرحوم شلناها في الامانات وسبتولي صورته. ها حاجه من ريحته. بقول لك ايه، الاوضه مليانه حاجات ناقصه، انا جاي معاك. استنى استنى. ما مستني اهو. استنى. يلا يلا. واحنا هنخرج احنا الثلاثه كده في الشارع ولا ايه؟ هريحك. على اذنك يا رشاد. اه لا مؤاخذه يا رشاد. حضرتك دي عاشر مره تتفرج، في حاجه قلقم عليك ولا ايه؟ اشمعنى الواد اتخطف في الحته دي؟ دي حته متطرفه. يكونش الواد الجديد ده متفق مع العيال الصيع دول عشان ياخد بنت على قفايا عند سالم بيه. يا الله. موضوع الهجرة غير الشرعية ده معرفش، ما بلعتوش كده ليه؟ يا واحد صاحبي بيخلص لي كل الفيز وانا في البيت، هيطلع في دماغي ليه يعني؟ صباح الخير يا باشا. صباح الخير. قول لي يا خدامك سيد يا باشا. تعرف تضرب نار سيد؟ لا اضرب نار، لا انا بطبعي مسالم يا فندم. الزمن ده ما بقاش فيه مكان للمسالمين. سليمان، سيد يتعلم ضرب النار فورا، واول لما يتعلم تطلع له رخصه السلاح. رخصه سلاح وضرب نار؟ احنا هنحارب ولا ايه؟ في نوعين من العلامات، علامات ثابته ودي اللي هنبدا بيها. انت دخلت الجيش ولا لا؟
لا يا باشا خدت اعفاء. ليه؟ لا ليه دي بقى عندهم في الجيش هناك. دفعتي خدت التأجيل 3 سنين في 3 سنين لحد ما ادوني اعفاء نهائي. اه طيب بص، انا عايزك تصوب في العلامة اللي في النص الصغيرة دي. خلاص؟ او يعني على قد ما تقدر اقرب حتة جنبها. انا هجرب عشان تشوف. يلا باشا. يا ابني ركز معايا. حاضر يا باشا. اللهم صل على النبي. احنا في مولد يا ابني، ما تركز. يلا اضرب. لا اتفرج عليا. ايوه اضرب. حاضر يا باشا حاضر. اضرب 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 اضرب. انت بتقول انك ما ضربتش نار قبل كده؟ ده بركة دعاء الوالدين يا باشا. بركة دعاء الوالدين. بتيجي مع العمي طباط. سرعة رد فعل تقريبا في الاهداف المتحركة 100%. وبيقول انه لا دخل جيش قبل كده ولا ضرب نار. جايز حظ مبتدئين. وجايز يكون بيستهبل. بقول لك ايه؟ حط عينك على الواد ده كويس وخلي بالك منه. اوامرك يا سليمان باشا. ادخل برجلك اليمين يا فرحات. يمكن الزنزانه دي بقى وشها حلو عليك احسن من الزنزانه اللي قبلها. الله بالحب اتجمعنا. وده ايه اللي انت جايبه معاك ده يا اسول جابر؟ كيس جوافه؟ كيس جوافه؟ كيس جوافه. الله يسامحك يا ابني. اتلم يا بلا ما وعدي ليلتك على خير بدل ما ارجعك لانفرادي. جاتك البلا. ولع. معاك سجاير؟ لا. لبان باستيليا نفتالين بيليا. قلب نفسك. يا ابني في ايه؟ هو انا كشك؟ ما تخافش منه، هو كده، هو اللي شكله ظلم. هنعمل ايه بقى؟ خلقة ربنا كده. انت بتتريق على شكلي ولا ايه؟ يا عم ما بتريقش ولا حاجة، أنا بقول خلقة ربنا. هنتدخل احنا في خلقة ربنا؟ يا ابني اعمل بتلففني كده، بتلففني خلاص. أنا دقت في ايه؟ تعال تعال استريح، اقعد. هو كده بيقعد يلف حوالين نفسه طول النهار، ما بيعرفش يقعد دقيقتين على قاعدته لا مؤاخذة. ربنا يشفي. نعم. بتقول حاجة؟ يا ابني ما تركزش معايا في عرض النبي، ما تركزش معايا. أنا مش فاهم بس إيه اللي جابني في اليوم المنايل البنيلة ده هنا. متولي. عمل إيه راخر متولي ده؟ لا أنا متولي. عاشت يا سامي. كلنا هتولينا ربنا. هو أنت كنت في زنزانة تانية قبل ما تيجي هنا؟ أيوه كنت في زنزانة تحت، ربنا رزقني باتنين مبرشمين قعدوا قطعوا ببعض. الله يخرب بيت البرشام، للي بيجيبوا البرشام للعالم كلها انا مش فاهم بس مين بيجيب البرشام هنا؟ انا اللي دخلت البرشام. ربنا يخلي البرشام للي بيبرشمه، يبارك في كل الناس اللي شوف يا ابني انا بدعي لكم البلد دي كلها تتبرشم. يعني ايدك بتبقى مترين لما بتاخد اللي تاوه مني، ودلوقتي بقيت اقطع لما علم عليا في الحاره ومسح بكرامتي الارض. عشان انت البعيد غبي وحاسبها غلط ومخك ده حصان. نورني. هو مش علم عليك قدام الحارة كلها؟ خلاص علم انت كمان على اهل بيته عشان يمشي هو واخوه دماغه مططية في الحارة طول عمرهم. فهمت ولا لسه حصاوي؟ بس دي جناية كبير وفيها اعدام يا ابني. هو في حد فاضل حد في الدوشة اللي احنا فيها دي؟ وبعدين هم عملوا المأذون ليه؟ مش عشان يصلح غلط الشيطان اللي بيضحك على الناس في الظروف اللي زي دي؟ حبيبي يا دوكش. حبيبي يا شطار. عشان تعرف بس الدوكش في خدمة الشعب. انت بقالك شغال مع الهنا قد ايه؟ سيد يا ابو سيد. ايه يا رجال؟ اجازة ولا ايه؟ لا رفد. رفد؟ يا نهار اسود، وانتوا الاثنين؟ حاسه مدام سالم. مش كده بس، ده كل الوردية اترفضت. احنا جايين نودعك ونشوف وشك بخير يا ابو سيد. والله فيكم الخير يا رجاله. طب مش محتاجين اي حاجه، انتوا خيركم سابق. حبيبي يا ابو سيد قد الدنيا. خدوا بالكم من نفسكم. حبيبي. السلام عليكم. سلام يا ابو سيد. انا كنت هبقى معاك. خدوا بالكم من نفسكم. ايه الشغلانه اللي ملهاش مستقبل دي؟
يا ارنولد انت فين؟ طب وحياة ابوك خلص ورديه وعدي عليا، اوعى تنسى. سلام. مشكلة يا حاوي ان المكافأة اللي واخدينها يا دوب تكف كام شهر، والاتنين عندهم عيال وعندهم التزامات. لا حول ولا قوة الا بالله. ما انا عشان كده اول ما جم يسلموا عليا رحت مكلمك على طول. صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. كم معلقة سكر؟ 7 يا حاوي. ها؟ 7 يا سيد. 7. ما تشرب من دي اسهل. صلى على النبي كمان مرة. عليه الصلاة والسلام. طبعا انت عارف ان اخوك اتاخد من الدار للنار، من سكيورتي على البيتش الحارس خاص بيتعلم ضرب النار وبتطلع له رخصة سلاح في لمح البصر. لا وايه؟ المطلوب مني احمي مرات الراجل الكبير وابنه، يعني الغلطة فورة يا معلم. تمام. هو ايه اللي تمام؟ ركز معايا الله لا يسيئك. انا شغلانة الحارس الخاص ده يا ارنولد ما اعرفش عنها أي حاجة حبيبي. بلح، بلح يا معلم، وأديك شايف لازم الضربة عليها ولقمة عيشها وطرف غمضة عين. للأسف. يا سيد. لا إله إلا الله، أنت هتعيط يا ابني. ركز معايا، بوس إيدك. والنبي يا أرنولد عايزك تكرم أخوك آخر كرم، اشرح لي كل حاجة عن المهنة دي، كل تفصيلة صغيرة وكبيرة هتفرق معايا. أنا كمان لازم أحمي أكل عيش. أبوس إيدك، أنا فعلا في رقبتي. طب صلي على النبي يا سيد. عليه الصلاة والسلام. أنا بعون الله يا سيد مستعد أخليك أستاذ في ساعتين زمن. الله أكبر. أهو ده الكلام يا باشا. أيوة كده، كأنك مولود جرد ابن جرد يا سيد. الله أكبر. أهو بقى خش. الله عليك يا سيد، بس الأول نشرب الشاي وبعدين ناكل لنا لقمة يا سيد، عشان أنا على لحم بطني من الصبح، وأنت عارف يا سيد أخوك لما بيجوع ما بيعرفش يركز يا سيد. يا سيد أنا على لحم بطني يا سيد. يا سيد أنا خلصت الوردية وجيت عليك على طول يا سيد. يا سيد ارحمنا يا سيد، خلي عندك رحمة يا سيد. يا ابني اتكلمت على كبر؟ أنت ما اتكلمتش وأنت صغير؟ اشرب. حاضر يا سيد. هو دلع ليه؟ عشان مش دي كوبايتك. امال فين كوبايتي؟ هي دي. ورده يا طيار يا سلامي التاني. يا سلامي يا سلامي يا سلامي يا سلامي يا سلامي يا سلامي يا سلامي. مساء الخير. مساء النور. في حجز باسم مدام سالم الجرحي. فعلا يا فندم في حجز، بس هتستريحي دقايق بس لحد الكشف اللي جوه ما يخرج. اوكي ميرسي. مين برا؟ فين ماما؟ معرفش، بس انا دهت عليها من شويه ما ردتش. معاك رصيد؟ معايا يا سيدي، امسك. شكرا. ده ايه يا ابن العمار اللي انت فيه ده؟ مالك يا طارق في ايه؟ الحقني يا سيد، ورده زنيتي خطفها بتوك توك من شويه في الشارع. انت بتقول ايه يا ابن انت؟ بعينيا، وكمان جريت وراهم ما لحقتهمش، وهي كانت بتصوت جامد والناس سابوها وصابت عفن ومش عارف اعمل ايه. ما تعملش حاجه، اوعى ايه تعمل حاجه، مسافه سكه اكون عندك، ما تجيبش سيره لاسامه طارق. وحيات امك ما هسيبك النهارده ومش هتطلعي بشرف من الاوضه دي. سنتي كلب. تعال. وانا يبقى معايا نمره زبده ليه؟ وبعدين انت ليه مش عايز تقول لي انت ايه اللي جابك فجاه كده؟ ها؟ لا مفيش يا اخي، بس انا كنت في مأموريه شغل هنا جنبكم كده قلت اجي اطل عليكم. الله. طب ولما انت عارف ان انت جاي يا سيد ما جبتش معاك فلوس المحامي ليه؟ بدل ما شحطتنا ورده على الصبح كده. نصيبها بقى. ربنا يستر. في ايه يا سيد؟ انت فيك حاجه مش مظبوطه. في ايه ما تقول لي؟ خير. ان شاء الله خير. اهدي. اهدي يا حبيبتي. انت بخير بخير ان شاء الله، وطالما انت بخير فداكي مليون كلب زي ده. خدها وانزلي، خدي توك توك ولا تاكسي من الاول الشارع وانا هخلص الحكايه دي وهحصلكم. متخشبه ليه؟ اتحركوا.
لا مش متخشبة ولا حاجة. يلا بينا. قادرة تومي؟ قادرة تومي؟ يلا يلا. كلب كلب على مهلك. تعالي تعالي. لحقني لحقني بموت. حد يخطف واحدة في عز الظهر يا غبي. مش انت اللي قلت لي علم عليها؟ قلت لك علم عليها، مش تودينا في داهية. مش قادر مش قادر استحمل الوجع. مش قادر استحمل. مش قادر. الوجع هيموتني. ارتاح ارتاح. انا هريحك. انا هريحك وهريح روحي معاك. ايه ده؟ دي ورده ماما يا سيد. الحمد لله على سلامتك يا ورده. انت كويسه؟ الحمد لله. في ايه يا سيد؟ مفيش حاجه يا اسامه، انت ايه بس اللي قومك؟ مالك يا ورده؟ في ايه؟ ورده زي الفل. ورده ست البنات. انت هتقوم من بيت ولا ايه؟ تعالي يا اختي عشان ترتاحي. هو في ايه يا سيد؟ خش ارتاح يا اسامه، مفيش حاجه. زنقتي فين؟ سيبناه سايح في دمه. ايه؟ هو اللي هجم عليا. يعني يتهجم عليها وتسيبه؟ الاقيه فين؟ في بيته. إله يولع هو وبيته. رايح فين يا سيد؟ رايح اجيب بقيه حقنا من ابن الكلب ده يا ورد. انا جاي معاك يا سيد. الموضوع مش مستاهل يا قصي. انا مسافه السكه وراجع لك. ابو السيد انت مش هربان يا راجل؟ في حد يجي القضاء برجليه. ادخل 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 ادخل. حاكم في لبش جامد قوي بره. بعيد عنك بتنطر على ساكر ومخبرين. حد فهمنا بقى ايه اللي بيحصل؟ ما تهدى يا اسامه، قلت لك مفيش حاجه. لا في اسامه بقى الصغير ولازم يعرف كل حاجه. لم الدور يا دوكش. وحياه غلاوتك عندي. كل ده عشانك انت بس يا قمر. الله الله الله، ما تلم نفسك يا عم وتتكلم عادي. انت عشان مخبر هتفرد قلوعك علينا؟ ليك حوار قوله لنا. وماله؟ هو فرصه كل واحد في البيت ده يعرف خلاصه. واول هم بالنسبه لك انت يا وحش. انا هعمل عبيط وهقول ما شفتوش لو حد سالني، ودي حسنه هتتردي لي في الوقت اللي انا عايزه والوقت اللي انت هترضى بيه. حكي ما صاحبي كل شيء بالخناق الا الهربان بالاتفاق. تاني هام زينات العفش مات، يعني عروستنا الحلوة دي هتتزف على حد المشنقة. ها طمني، عملت ايه؟ كله اتظبط. شحنت العيال بنفسي على الاسم عشان يشهدوا على العرة. المهم طمنيني انت، ايه الاخبار؟ بعد اللي انت قلته ده مش محتاج اقول اي اخبار. ده كأن حجر ونزح من على قلبي. الله، عقبال ابو دومه ما ينزح من على قلبنا كمان. افكرتني، فين فلوس المحامي؟ محامي ايه؟ محامي الخلع اللي هيخلعني من ديك البرابر ويجوزني اسد الصحراء. واسد الصحراء ده مش لسه عامل معاك بنت مجدعه من شويه؟ مش لسه منجيلك اختك من حبل المشنقه وحاميلك سمعتها في الحته؟ منحط في عيننا حصوت ملح بقى زبده ولا ايه؟ لا يا حبيبي، هذه نقره وهذه ضحضيره. بقول لك ايه، هتبخي عليا من اولها؟ بص عشان تفهمني صح وترتاح معايا، انا مكره على قلبي قد البخل والبخلاء. خلاص خلاص، في باسبورت فتح ورك ورك. خلاص، عايزه كام؟ 15 يعني حسب المعلومه. ايه ياما، خمسه ايه وعشره ايه؟ في ايه؟ لا بص بقى زبده، حسين الحكايه كده، انت سيبيني انا هجيب المحامي ويرفع القضيه من طرفي واجيب لك الحكم اللي انت عايزاه ان شاء الله. هلا اوعى. يا وليه مالك قفشتي في الفلوس زي القراده ليه كده؟ هو انت ايه فاكر الفلوس هتخرج وتطلع وتخرج وتطلع عادي كده قدام زبده واسكت؟ كام دول؟ 3000 جنيه يا دوبك يجيبوا حته دهب احطها في دراعي. لما ابص لحته الدهب ابقى افتكرك لحد ما تفرق عليها باب واحد يعني. على سبيل الشبكه يعني؟ لا على سبيل العربون.
شبكه زبده دي حاجه تانية خالص، حاجه علاوي ما نسبقش الاحداث. بعدين بقول لك كام وازاي. خلاص انت بس اعملي التوكيل وانا ان شاء الله اجيب محامي يرفع القضيه واجيب لك حكم الخلع ده من اول جلسه. وبكره بقول الدوكش قال وصدق متدفين او ال 3000 جنيه دول. لا ولسه لما يفقسوا. انا مش عارف اتشكر لك ازاي يا فندم على اللي عملتيه معايا النهارده. جميلك ده على راسي من فوق، ربنا يا رب يقدرني وارد ان شاء الله. خلصت؟ ويقعد لك في عيالك وعافيتك. خلصت يا سيد؟ كان عندي حته كده صغيره بس شكل ده يعني وقت سعادتك ضيق، انا اسف. المهم ان ربنا يطمنك عليهم. الحمد لله. سليمان أنا عايز أخلص من باسم، مش عايزه يظهر هنا تاني في الغردقة ولا في أي مكان تاني. نهائي؟ نهائي يا سليمان، بس المرة دي بقى من غير ولا غلطة. أمر سعادتك. تحت أمرك يا فندم، أمرني سعادتك. تعرف باسم ابن اخو سالم بيه؟ الواد التينك ده ماله سعادتك؟ سالم بيه مش عايز يشوف وشه في اي حته. ازاي يعني سعادتك؟ هلبسه طاقه لخفه؟ يا سيد انا مش جاي بكذر معاك، اللي يتقال لك يتنفذ. باسم ده لازم يختفي خالص، ده زي كنت عايز تكسب رضا سالم بيه ورضايا. وهي دي حاجه قليله يا باشا، ده انا اتمنى. انا بس كنت بدورها في ودورتها يا باشا. تمام، باسم هيختفي، ولا اقول لسعادتك؟ اعتبره خلاص اختفى. سيد انت بدأت تكلم نفسك يا ابني ولا ايه؟ باشا مساء الفل. هو في حد ما بيكلمش نفسه النهارده؟ بقول لك ايه؟ وراك حاجه ولا فاضي؟ يا باشا مفيش حد يقدر يتاخر عن اداء الواجب، امرني سعادتك. تعال شوف اوضتك. مالك يا سيد في حاجه ولا ايه؟ ماليش يا باشا، بس خير يعني. مش دي يا ابني نفس الاوضه اللي كان فيها رشاد الله يرحمه؟ هو سيادتك عرفت؟ والنعمه خفت اقول يقولوا عليا مجنون. لا قول يا سيد ما تخافش قول. اول ليله ليا في الاوضه شفت رشاد. شفته ازاي يا سيد؟ مش هو يعني يا باشا، روح عفريت ولا مؤاخذه. لا يا راجل. والله يا باشا ده اللي حصل، ومن ساعتها وانا مشغل اذاعه القران الكريم، بس الحق يتقال يعني من ساعه ما شغلت القران وهو خد في وشه. طب بص بقى بصي ايه، احنا نطلع على الاوضه يمكن نلاقي حاجه من قطره ولا حاجه برضه بتاعت ربنا. ماشي يا باشا، تعال تعال اركب. اركب دي عربيتك؟ دابح. لا ومخمس. يلا بينا يا باشا. اركب بصي. ولا يا سيد؟ يا باشا استلمت الاوضه زي ما هي كده ولا في حاجه تانية ناقصه؟ صوره رشاد بس يا باشا وده تبشير، غير كده كل حاجه زي ما هي. اروح اجيبها يا باشا؟ مفيش غير الصورة دي اللي عندك يا بشير؟ لا يا باشا، هي هدوم المرحوم وشنطته وخدهم مصطفى واداهم لأهله. حصل سعادتك يا باشا، وتقدر تسأله ما نقص منها شراب. والمسروقات؟ كلها رجعت في نفس اليوم اللي سالم بيه اكتشف فيه السرقة. الحلال ما يضيعش يا باشا، واضح إن سالم بيه شيء بيهم ياما. لو تفتكروا لما سالم بيه جمعكم عشان خاطر يسألكم عن رشاد، كان غايب من ساعتها بس ولا من قبليها كمان؟ الشهادة لله يا باشا، رشاد صاحبي وأخويا وبلدياتي، بس هو كان مختفي من أول النهار. يعني هرب قبل ما تكتشفوا السرقه بكام ساعه تقريبا؟ بحوالي 7-8 ساعات تقريبا يا باشا. باشا لو سعادتك شاكك فيهم انا ماليش دعوه، انا شخصيا قبل كده كنت قاعد في سكن الجردات. لا دي ناس طيبه يا سيد ما يتخيروش عنك. اتفضل يا رجاله. السلام عليكم. السلام عليكم يا باشا. في يا باشا؟ هو في حاجه سعادتك؟ لا ابدا ما افكر في كلام مصطفى وبشير. اصل سعادتك بتبص لي قوي انا يا باشا، في حاجه؟ لا مؤاخذه يا ابو سيد، هي جت فيك. تصبح على خير. انت من اهل الخير يا باشا. يا ساتر يا رب، يا ساتر يا رب، يا ساتر يا رب، يا ساتر يا رب. لا اله الا الله، لا اله الا الله. فرحات فرحات خير. يا ساتر خير في ايه يا فرحات؟ يا ساتر يا رب، خد يا ساتر يا رب، خد اشرب شوية. اصل يا كريم. لا اله الا الله، خير. اصل يا رب. في ايه؟ كابوس. كابوسه متولي. خير؟ شفت ايه؟ زبيده كانت بتغرق.
مديت ايدي عشان الحاجه ما لحقتهاش. لا زاحت ايديا وراحت نطه ايد كده غريبه سودا فيها شعر اسود لراجل غريب. زاحت ايديا وراحت ماسكه الايد دي. اه طب يا اخي الحمد لله تبقى انقذتها. الحمد لله. الحمد لله على ايه بس؟ انت بتقول لي انقذتها على ايه؟ في ايه اللي جرالك؟ الله ايه اللي اخو راحت منك ولا انا ما دخلت السجن؟ بقول لك ايد راجل غريب مسكت مراتي. الله هو فين الكابوس؟ ده كابوس بالنسبه لك؟ هو ده الكابوس يا متولي، هو ده الكابوس. يا رب يا رب يجعل يومي قبل ما الكابوس ده يتحقق. اه انت بتحبها فرحات للدرجه دي؟ بحبها دي كلمه شويه يا متولي، هي روح قلبي، هي العصفوره اللي بتزقزق في حياتي. ان شاء الله ربنا يجمعكم مع بعض باذن الله. يلا نام دلوقتي واستريح والصباح رباح. لا غفله كابوس يكمل وانت الراجل ابن الكلب ده تنط تاني تاني يا فرحات. خلاص خليك صاحي انا حنان، تصبح على خير ونام. يا رب نام من غير ما اشوف الايد دي يا رب. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ زيرو عشرة رقمي مش وقت غابة، خلصي احنا هنا بسرعة. زيرو عشرة أول مرة هنا غردقة. ايه مبروك يا سالي. ميرسي. مش مهم اللغة، أنا مش وقت غباء افهميني. سيد راحتك سيد. زي ما شرحت لك بشرح لها يا فندم. الدبليو سي بتاعكم مزنوقه. الدبليو سي بتاعكم يا فندم. اوكي اتفضل. اقعد يا سيد اتفضل. ها؟ اتفضل. حاضر يا فندم. مبسوط عندنا هنا يا سيد؟ نعمة يا فندم، فضل وعدل. مالك مخدود كده ليه؟ انا لا لا ابدا مفيش حاجة سيادتك. طيب تشرب ايه؟ اكتر خيرك يا فندم. عموما براحتك انا مش عايز اعطلك. انت تعرف باسم ابن عمي صح؟ اه طبعا اعرفه جدا. الا بالحق هو فين؟ موجود وعايز يشوفك. والله؟ اه وطلب مني لما اشوفك ابلغك تعدي عليه في العنوان ده. اتفضل. دلوقتي؟ مش شرط، ممكن بكره لو حبيت، المهم ما تتاخرش عن كده. حاضر يا فندم. مستأذن. اتفضل. آه سيد معلش ممكن تسيب لي رقم تليفونك عشان لو باسم حبي يبلغك حاجه قبل ما تروح له؟ خبر ابيض. امر يا فندم. ممكن القلم سيادتك؟ اه طبعا ممكن. اتفضل. استأذنك. اتفضل. آه سيد انا خلصت ممكن امشي. يلا بينا. تحب اوصلك في سكتي؟ ربنا يخلي سعادتك مع العربيه بالسواق. طيب تصبح على خير. على الخير يا فندم. يا ابو السي انا لازم ابعت لك مرسال يعني عشان تيجي تشرفني ولا ايه؟ غصب عني والله، ما انت عارف الشغل مع سالم بيه ما بيرحمش. ليه عملت ايه؟ اسكت. قلبت الدنيا شمالها شرقها جنوبها. خلص لسه غربها. اديني فرصه. ما لقيتش اللي سيادتك عايزه خالص. نعم. عيب عيب يا باشا. خد. ايه ده؟ حشيش؟ انا قلت لك انا عايز حشيش. ما انا هفهمك هو ده اي حشيش. كل ادويه الجدول المحقونه في البتاع ده. نفس التاني اغماء. صدقني يا باشا انا عارف انا بقول لك ايه. انا جبت القرش ده بطلوع الروح. انا ما بشربش حشيش. مش هتشربني على مزاجك. سيادتك شربت حشيش مصري قبل كده؟ لا طبعا. تبقى ما شربتش مننا. بتستعجل ليه وترد؟ صدقني يا باشا
يا ابني انا بشربوش. ما بشربوش ما بشربوش انا ما بشربش الحشيش. هتشرب هتشربوا كلهم ابتدوا كده في الاول والنهارده طوابير على سيد. اسمع طبق وبفره وقطره اوعى تنساها. وقفل تليفونك ومنها يا باشا وشوف سيد هيعمل لك ايه النهارده. طب وريني فين الحشيش. يعني محمد ما يتكلمش معاك. اتفضل يا باشا. ايوه حسونه. لا بس كنت عايز اقول لك اني مسافر فلو كنت عايز تبعت حاجه لاصحابك كده. طب عظيم عظيم. بس كان في بقى موضوع مهم كنت عايز اتكلم معاك فيه. ما هو لما تيجي بقى. طيب سلام. خير؟ انا هروح الكوافير اعمل شعري وهاخد وجيه نتمشى شويه على البيتش في الشمس. ممكن؟ ممكن بس خدي معاكي سيد. حاضر. حاجه تانيه؟ لا مفيش. سلامتك. انا اسف. ها؟ إيه الأخبار؟ ولا أي حاجة. يا نهار أسود. ولا حاسب أي حاجة إزاي؟ ده أنت جاوبت على سؤالي بعديها بأسبوع. خد. هعمل بيها إيه؟ ما أنا ما بعرفش ألف. وأنا هسيبك؟ ما أنا سايب لك خزين يكفيك أهو. مش عارف أمشي بيها في الشارع دي، لجان وكمائن، ده تسليم أهالي. ماشي ماشي. ايوه هنا. لا لا انا دقيقتين اكون عند سعادتك. حاضر يا فندم. حالا. راح فين؟ شغل زي ما سيادتك سامع. طب انا عايزك. هو انا هطير؟ هخلص شغل وارجع لك. كده كده لازم اعدي اطمن انك بتتنفس. شكلها هجمت. ادعي لمصر. ايه ده؟ ايه ده يا باشا؟ والله حلو البتاع ده. ايوه. بتقفل السكة في وش يا حسونة؟ بقول لك يا ابو العز انا مش فايق لك. وانا بكلمك عشان افوقك يا سونسو. خد سليمان باشا معاك اهو. انت فين يا حسونة بيه؟ خير يا سليمان. هنستناك انا وابو العز بيه في ريسبشن القرية عشان موضوع مهم قوي مكلفنا بيه سالم بيه. سليمان خرجوني من حسبتكم دي خالص. لا ازاي؟ سالم بيه امرني. يلا يلا احنا في انتظار سعادتك. ارجوك تيجي هنستناك. مع السلامة. صب الحسونه بيه يا ابو السيد. ما كفايه بقى يا عم حسونه، انت هتقعد تنكت وتقرف نفسك على ايه؟ هو انت يعني اول واحد يترفض؟ حسونه بيه البعد عن النسوان غنيمه. ايوه بس بمزاجي. يا عم بمزاجك ولا غصب عنك مش هتفرق يا عم حسونه. عيش ايامك عيش لياليك قبل المزه ما تلعب بيك. يعني عندك مهدي مثلا خليتك تلف حوالين نفسك. بعد ما ضحكت عليك وقلبتك في قرشين وعربيه وصيغه بالشيء الفلاني وسابتك انت تهر وتنكت في نفسك وتقرفنا احنا في عشتنا وهي زمانها قاعده بتضحك مع مقطف تاني. انا مش مغفل يا ابو العز عشان مره تعمل معايا كده. يا عم انا ما قلتش مغفل، انا قلت مقطف. وبعدين انت لسه هيتعمل معاك يا عم حسونه. ما اتعمل خلاص. الحق سليمان بيه ده صاحبك مش دريان انه اتنمر واتعمل معاه جولاشة وشرب اللاتيل الاخر. الرجوله مواقف مش شعر واقف يا حسونه. حسونه بيه رايح فين؟ هيكون رايح فين يا باشا؟ واحد بيشرب بقاله اسبوع ليه بيدور على جردل يرجع فيه؟ اوعي اوعي هي فين؟ ما يستحش. ايه ده ايه ده ايه ده؟ انت ازاي تتهجم على بيتي في الوقت ده؟ انا اعمل اللي انا عايزه ومحدش يقول لي لا. يا محمد انا حسونه الحوفي. انت سكران كمان؟ طلعه بره يا محمد. اطلع بره لا تطلب لك البوليس. انت تقولي لسالم الجرح انك مش عايزه تتجوزيني. انت ترفضيني انا؟ ترفضيني انا؟ ايوه انا اللي ارفضك وادخلك السجن كمان. انت فاكرني هخاف منك ولا هخاف منك؟ فوق يا حبيبي. انا مها فرغلي. مها فرغلي على نفسك. بقول لك ايه؟ هو عمل كده ليه؟ حسونه بيه ضرب مدامها بالنار عشان رفضت تتجوزه. ما تقولش رفضتني. ما رضيتش تتجوزه. مع انه ما اترفضش يا اخي. بقول لك ما رفضتنيش. تمام يا باشا تمام.
الو يا قص، بقول لك ايه، كمل بقلب جامد مع الولايه اللي اسمها زبيده دي في موضوع الشبكه. ايوه يلا بقول لك كمل خلاص، مش موضوع الشبكه، انا كلها يومين، واول ما هنزل مع المدام هعدي عليك الفلوس، وانا كمان بحبك يا قص. سلام يا حبيبي. أشرف باشا، أنا سيد باسم ابن أخو سالم الجرحي، بيحاول الهروب من مطار الغردقة دلوقتي يا فندم، بجواز سفر مضروب. تعالى يا عم. إيه ده يا عم، ما كانش شيش بيش، إيه ده؟ الحمد لله على السلامة يا فندم. الله يسلمك. كل اللي سعادتك امرت بيه تم يا باشا. ايه اللي انا امرت بيه؟ باسم باشا. ماله باسم؟ ومش سعادتك امرته انه يختفي؟ مين قال الكلام ده؟ سليمان بيه. هو سليمان كلفك بالمهمه دي؟ ايوه سعادتك. وانت عملت ايه؟ زي ما سعادتك امرت بالظبط يا باشا. باسم بيه اختفى. ايه؟ مات؟ حاجه شبه كده. اتمسك في المطار بجواز سفر مضروب وهو بيحاول يهرب. جواز سفر مضروب؟ حد ابن حرام يا باشا نصحه يهرب من المطار بجواز سفر مضروب عشان الاحكام اللي عليه، قام حد ابن حلال راح مبلغ عنه. لا جدع يا ابن الحلال، مش عايزين ننسى برضه يا باشا فضل ابن الحرام، هنفتكره برضه. امرني سعادتك. ربنا يقدرنا على فعل الخير يا رب. بقول لك ايه، انا لا فيا حيل اجري وراكي ولا عايز اسمع النهارده كلمه لا من قلبي مش مرفوض كده بقى. وتيجي بالراحه. يا حسونه مش هينفع كده. ايه يا عم جو ستار اكاديمي ده؟ اهلا ابو العز. طيب روح انت دلوقتي وانا حاب اشوف الموضوع ده بعدين. اوكي. تعال. يا عم انت هنا عمال تلعب المساكه وسلم الجرح اتقبض عليه هناك في الغردقه؟ يا نهار اسود. حصل امتى وازاي؟ لسه سليمان مكلمني من دقيقه. وابو اليزيد راح له على هناك. وخدوه في ايه؟ اوعى يكونوا عرفوا موضوع الفلوس اللي بيخرجها لنا بره. الله يخرب بيتك، فلا الله ولا فلك يا اخي، كان زمان مباحث الاموال العامه قبضت علينا. ما يمكن لسه ما اعترفش علينا. يا عم انت هتسيب اعصابنا ليه؟ يا اسود، طب هنعمل ايه دلوقتي؟ انا بفكر اهو. بقول لك ايه؟ انا هكلم سليمان او ابو اليزيد وافهم منهم التيتا. على الاقل نفهم حاجه بدل ما احنا قاعدين مش فاهمين. سليمان تليفونه مقفول. خلاص شوف ابو اليزيد. وابو اليزيد كمان تليفونه مقفول. هعمل ايه بس دلوقتي يا ربي؟ وهكلم مين؟ كلم السكرتيره دي تجيب صاحبتها نهيص شويه قبل ما يتقبض علينا. الو؟ ايوه مين؟ ايوه يا باشا. ايوه يا فندم. نعم؟ ايه يا باشا، بس اصل سعادتك تحت امر سعادتك يا فندم. حاضر حاضر يا باشا، اتفضل سعادتك اتفضل. احنا هنقفل المحضر على كده يا سالم بيه. تحب تمضي على المحضر ولا مش عايز سعادتك؟ اقول لك يا سيد، ايه رايك في الكلام ده؟ انا؟ ايوه انت يا سيد. باسم بيقول ان انت اللي جبت له الباسبور المزور. انا؟ ايوه انت. انت مش خدت مني 20,000 جنيه عشان تجيب لي الباسبور المزور ده؟ انا؟ وجيت للبيت وركبت لي دقن وصورتني وبعتت الصوره لصاحبك اللي بيزور الباسبورات وحاطط عليها فيزيت كندا كمان؟ انا. بأمارة ما قلت لي ان عمي سالم قال لي سليمان يقتلني وسالتني، وانت مزعل عمك في حاجه؟ امال مين اللي قال لي على موضوع محاوله القتل دوت، وان الراجل اللي زور الباسبورات ده من طرف عمي؟
انا قرايه سيد. هو انت ما عندكش كلمه انا يا اخي؟ ما ترد على سلطة منتهى. حسبي الله ونعم الوكيل يا باشا. يا باشا الكلام مفسر بعضه عكس نفسه اساسا. بقى سالم بيه الراجل الطيب الكمل اللي اتحط على الجرح يطيب هيبقى عايز يقتله، وكمان عايز يجيب له باسبور مزيف. طب هيعرف مزورين منين؟ يا باشا ده ظلم، انا مش هقدر اسكت عليه اكتر من كده. يا ده ما حصلش يا سيد، كله افترى سعادتك. يا باشا احنا لو سكتنا على الراجل ده اكتر من كده هيقول ان كنت بجيب له حشيش عشان يشرب. احلى كوبايه شاي، دوقي بقى يا ستي وقولي لي انا شاطره في شغل البيت ولا لا. من ناحيه شاطره فانا اشهد لك. وتشهدي لي كده من غير ما تدوقي دي تبقى شهاده زوري يا هانم. انا مش بتكلم على الشاي خالص. انت قصدك على الايروبكس؟ يا بنتي ده اكل عيش. ما انا عارفه انه اكل عيش. وانت عرفتي ازاي بقى؟ يعني اللي يركز معاكي يلاقيهم هم حركتين وبتكرريهم مع كل فوق. عاده اللي بيدرب ايروبكس بيبقى عنده بدائل كتيره جدا عشان لو حد ركز معاه ما يكتشفش ان هو ما بيعرفش يلعب ايروبكس. يا ما كنتش عارف انك مركزه معايا قوي كده. طب يا ستي استري على اختك بقى. من عيني هستر عليكي في الايروبكس. طب وغير الايروبكس؟ انت قصدك الشاي؟ اصلنا عندنا في اسكندريه. انا مش بتكلم على الشاي خالص. ولا انت مصره تمثلي دور اللي مش فاهمه؟ لا هو انا فعلا مش فاهمه وانت كده وترتيني فعلا. هي ايه الحكايه بالظبط؟ الا صحيح يا سالي باعتباري جهله شويه، يعني هي شغله الصحافه ما بتاكلش عيش، عشان كده قررتي تحسني دخلك بالايروبكس؟ ولا الايروبكس ده بقى مجرد ستاره؟ الحقيقه انك صحفيه. تعال. صوت سعادتك في التليفون قلقني جدا. خير يا باشا؟ زهقت من مين كفل الشر واحنا نكفيك شره فورا. اقعد. الولد الضابط اللي ماسك الموضوع بتاع رشاد بقى عامل زي الشوكه في حلقك تخنقك. لا عاش ولا كان يا باشا. ايوه لا عاش ولا لازم يعيش. اعتبره حصل. وفي يا باشا من ساعة ما قعدت وسيادتك عملت تبص لي ما كلمتنيش ولا كلمة. استعجل على اذنك قوي يا سيكا. سيكا؟ بدلعك يا جدع. ايه ما دلعكش؟ كده يبقى المزاج عالي. طالما سعادتك بتدلعني يبقى خير. لا وانت لسه شفت دلع؟ ده كمان لما الدلع يبقى مزدوج من انا وماهر بيه. لا ما هو سعادتك كده ما بقاش دلع. كده تبقى حفلة. وفي يا باشا؟ فيني زعلان منك يا سيكا؟ ليه يا عيون سيكا؟ بقى يا جدع يبقى عليك حكم وتهرب منه. حكم يا باشا؟ حكم نفقة ب 17,000 جنيه بتاع طليقتك ابتسام محروس. يا بنت الجزمة يا ابتسام. عاوز تلعب ببنات الناس يا سيكا؟ تتجوز تكتب لهم مؤخر وما تدفعش وتخلع؟ ساعة شيطان يا باشا. تعرف اني ممكن احبسك دلوقتي يا سيد؟ عشان ابتسام؟ لا عشان القانون ما فيهوش خيار وفقوس يا سيكا. انما في ابتسام. مش حقها برضه لازم تاخده ولا ايه؟ حقها يا باشا، طبعا حقها. وناوي تعمل ايه يا سيكا؟ هتدفع ولا؟ اللي سعادتك هتقول عليه، اللي هتقول عليه هنفذه دلوقتي. قلت لك يا ماهر بيه؟ واد سيكا ده واد جدع ويفهمها وهي طايره. يا بنت الجزمه ابتسام. امورنا يا باشا. الو انا مش سالك يا واطي يا ابن الجزم عليك احكام قلت لي لا. سالتني. ولما سالتك ما قلتليش ان في حكم نفقه ليا يا واطي. ما انا مش هدفع يا سيد. هو بمزاج امك هتدفع انا هتدفع. ورحمه ام وامك ما انا دافع ولا مليم. ابتسام كلمتك؟ بقول لك ايه يالا، بكره هبعت لك 17,000 جنيه تروح تدفعهم في المحكمه، وعلى الله يا سيد اعرف انك ما دفعتهمش. بشوقك يا سيد، بقول لك ايه ما تقفلهم عشان احسن صاحبك بقى. اقفل يا واطي يا ابن الجزمه انت وابتسام. رايحه فين؟ في ميعاد مع سالم بيه. اوكي اتفضلي. ممكن ادخل؟ اتفضلي. صباح الخير يا فندم. صباح الخير. صباح عبد الرب. بشتغل هنا في القرية. ايوه شفتك قبل كده. في حاجة؟ بصراحة أنا مش عارفة عملت حاجة صح ولا غلط. أنا شفت جست بيصور حضرتك بالموبايل ده وحضرتك ماشي على البيتش.
انا عرفت ان حضرتك مانع اي حد يصورك، عشان كده اول ما الجاز طلب مني درينك نزلته له على طول وخدت منه الموبايل من غير ما يحس وجبته لحضرتك. كان قاعد هنا. دي اول مره تشوفيه ولا شفتيه قبل كده؟ لا اول مره اشوفه النهارده. ينفع كده يعني؟ ينفع ان السماح هي اللي تاخد بالها من حاجه زي كده؟ امال فين الزفت اللي بياخدوا الفات كل شهر عشان حاجه زي كده ما تحصلش؟ هنوصل له فين ساعتك، بس اطمن وكل حاجه هتبقى تمام. هو انت فاهم ان هو لسه موجود هنا؟ اكيد بعد ما لقى الموبايل بتاعه اتسرق عرف ان هو اتهرش ففلسع، مش شايف الدرينك بتاعه زي ما هو متلمس. الانسه سماح عبد الرب زميلتنا الجديده هتكون معانا في الفيلا وفي السكن. الحمد لله على السلامه، منوره الدنيا. الله يسلمك. الحمد لله على السلامه، ربنا يخليك. تعالي بقى افرجك على اوضتك وعرفك على بقيه الزملاء. اتفضلي اتفضلي حضرتك. يا مطوع مطوع، نعمين يا سعاده البيه. لما عايز سعاده البيه كنت بجيب حاجات للدور الثاني، مشتروات يعني، وغسلت العربيه ونظفتها كمان يا سعاده البيه. اي خدمه ثانيه؟ لا انا كنت بناديك عشان كده. من يد من ادم يا سعاده البيه. سلام يا سعاده البيه. الو. ها بعد اذن سعادتك هروح ازور المرحوم ابويا. تعيش وتفتكر يا سليمان. مش كنا استنينا عمي لما يخرج بالسلامه ونطمن عليه؟ عمك فرحات هيبقى زي الفل. ما تضيعيش الفرصه بقى عروسه ولا ايه؟ صرفتي نظره عن الجوازه ولا ايه؟ انا؟ طب اهو ما تحفيش. دورك يا عريس، ربنا يخليك لنا سعيد. ده وقته اخلص فصابك ورموه. امضي الشهاده الاول. الشهاده الثاني يلا فيها سلام. هنشتري جاي. يلا امضي بيد الشمال. لا امضي. انا عمري ما امضيت على حاجه سعيد. بيتك حد يقول كده؟ حصان بس هتعشونا. ده مأذون. انت مش مضيت؟ يلا استناني جنب العربية لحد ما حاسب واجيلك. ماشي ماشي معاك بقى رأس. أنا خلاص ما عادش في سنت واحد في معدتي لأي حاجة تانية. يا عم بألف هالة وشيفة، هو أنت أكلت حاجة؟ ألف هالة وشيفة، خد احفظ بدول. أهم دول بقى يطيروا أعظم انتفاخ في الدنيا. ربنا ما يحرمني من كرمك يا باشا. ولا من عينيك يا سولي وودانك ولسانك اللي بيجي لي كل شهر بأحلى أخبار تطمني على حالي ومالي ومحتالي. اللي في دنيا سالم الجرح اللي لا أول ولا آخر. اليومين دول الغزالة بعافية والمزاج مش ولا بد. إزاي؟ ليه دعوة بالفلوس اللي عنده؟ ما هي كلها منفذة على بعض بس من بعيد شوية. الله خير يا سولي طمني. واد ظابط كده كان مضايقه على الباشا ومضايقه قوي ومرخم على الاخر. طب وبعدين؟ انت عارف سالم بيه بقى، دايما يقابل الاساءه بالاحسان. اهو شوف الظابط قاعد يعمل ويسوي قد ايه، وفي الاخر يكون رد الباشا انه يساعده يخش الجنه. لا اله الا الله، لا اله الا الله، صحيح شر تعمل خير تلقى. وهتعملوا ايه مع الداخليه؟ هتاخد لها يومين وتهدى، ربنا يكون في عونهم. عندك حق، البلد مخرمه في ايديهم زي الغربان، لو سدوها من هنا تخر من الناحيه التانيه. المهم احنا في السليم؟ طبعا، ده انا الراعي الرسمي يا باشا. ربنا يطمنك يا سولي يا ابني، فرحتني. الو يا باشا، السيد ابو الليف جوه عند مهر بيه في المكتب. وعايز منه ايه؟ كان عايز يطقص على عربيه شروكي سودا، يشوف اذا كانت تبع القريه هنا ولا لا. ايه ده؟ معقوله بيشك فيا؟ اتجنن ده ولا ايه؟ تصدق سعادتك، بس ما تقلقش انا نفذت الفكره دي خالص. ايه ده؟ انت لحقت تيجي هنا امتى؟ انت طالع من منظرين ولا ايه؟
سليمان بيه جاي يبلغك ان انا كنت في القسم من شويه يا باشا. تحب تبلغ الباشا ولا خلاص؟ خلاص روح انت دلوقتي يا سيد. تاني مره لما تعرف حاجه ما تبقاش تيجي على طول. ما تقلقش. انت دلوقتي بقيت مصدر ثقه. ولا ايه يا سليمان؟ اللي تشوفه سعادتك. تصبح على خير يا فندم. يبقى اتاكد ان حسونه فرم العربيه. هو في حد شاك في حاجه يا باشا؟ ما تقلقش بالك. الولد الضابط بتاع الاسم بيدور على العربيه. اتفضل ابو العز باشا. اسبقوا انتوا بالحاجه على اليخت، هتلاقوا سليمان بيه مستنيكوا هناك. انجز يا بورعي. ماشي يا ابو العز باشا. مش كنا استنينا شويه لما نعرف ايه النظام؟ نظام ايه ويحزنون ايه اللي بتتكلم عليه يا عم حسونة؟ الراجل عازمنا على الغدا عنده في بيته، وسليمان مكلمني قدامك في التليفون وقال لي ابعتوا لي الفلوس على اليخت انا مستنيها هناك. يلا يا عم ادخل. يا رب يا ساتر. خش يا حسونة. شايف؟ الله الله الله. طب ما المتر موجود اهو. امال يعني ما جابلناش سيره انه هيبقى موجود الليله دي؟ عشان تعذرني لما الفار يلعب في عبي. قلت لك دول بيبصونا لبعض، هات وخد، وبيقسموا مع بعض اول باول. ايوه حسونا، بس الحق يتقال. شغل على ميه بيضة. كفايه ان فلوسنا بتطلع على حساباتنا بره وفي ميعادها، ودي حاجه ما بقتش بتحصل في الايام الغبره دي يا حسونا يا اخويا. الله، انتوا واقفين تعملوا ايه عندكم؟ ما تتفضلوا. شايف الضحكه الصفراء اللي على وشه؟ لو ضحك لك ضحكه صفراء اضحك له انت ضحكه برتقاني. خليك هولندي في الحاجات دي، لما يفهم ان انت بتغاب عليه هيكش. برتقاني كده؟ لا اتغاب اكتر. ايوه خليك ثابت على الغباوه دي. خش عليه. السلام عليكم. وعليكم السلام. العروسه جت اهي. شوف شغلك بقى وبطل نعزة الغربان. ايه روح اللي اخرك كده؟ احمد ربنا ان انا جيت. قبل ما عرفت اسرق المفتاح واخرج. نعم. ما تشغلش دماغك، اصلها من عيله محافظه وقافلين عليها، خايفين على انوثتها الطاغيه وجلد النمر اللي هي لابساه. يلا انت بس اخلص وطلع دفاترك واملاها ببياناتنا، خلينا نبدا حياتنا. ايه ده؟ الحب خلاك تقول شعر يا دوكش قبل ما يطلع لك شعر. وحياتك لا يحصل، وحزرع في اتخن حته في البلد وعلى حساب الزبون اللي بالك فيه. يلا بقى مولانا، خلصنا من لهيب الشوق اللي احنا فيه. خلينا نخش على هبل الانتقام. الحمد لله على سلامتك يا ست هانم. الله يسلمك. كنت فين بقى حضرتك؟ انا كنت مع واحده صاحبتي. وسيد كان معايا بس. لا البيع في حياتك. تعالي 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 تعالي. قومي 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 معايا. قومي تعالي. سامي هناك سامي هناك. امسك امسك. اقتلها. بقول لك اقتلها. مستني ايه؟ مستني ايه؟ هات. انا دايما بشيل الرصاصه الاولانيه من الخزنه عشان في عصبيتي ما تعورش. من بكره هسيب المدام. بما انك ضعفت قدامها ونفذت كلامها مره واحده تبقى خلاص، ما
ما ينفعش تشتغل معايا تاني. لكن بما انك نجحت في الامتحان اللي انا عملته لك دلوقتي فانت هتبقى معايا انا. خد دول شبرق نفسك بيهم. انت من هنا ورايح بتشتغل مع سالم الجرحي. يعني انت بتمثلني انا. انا لا يمكن اعمل كده. انا كنت منشن فوق دماغك. ولو عليا كنت نشنت عليه هو. بس انا لو عملت كده هخش السجن وابعد عنك. وانا لا يمكن اخليك تبعدي عني. احنا بكره على ميعادنا يا هانم. أنا كنت بكلم سعادتك يعني بخصوص المصلحة اللي جاية. مالها؟ محتاجة مني فلوس ياما، وأنا بصراحة كده مستخسر أجيب القرشين بتوعي اللي بره، فجات لي فكرة كده يعني قلت أعرضها على سعادتك. قلت لك كمل يا أبو العز أنا سامعك. بالنسبة للفلوس بتاعت حسونة وجمال باشا السكري اللي جاية لك اليومين دول، بدل ما نسفرها بره ونمرمطها ونغربها أنا ولا بيها. مش عايزها الغرض غير شريف يا باشا، ولا أخدها لنفسي ولا عايزه بالله. أنا كنت هشتغل بيها في العملية اللي جاية دي وكلها شهر بالكتير على ما أوزع بضاعتي وألم الغلة من السوق. هرجعها لك كاملة مكملة وعليها مكسبها كمان، ولا من شاف ولا من دير. إيه رأي سعادتك؟ في إيه؟ ما انا بقول انت مش معايا يا باشا مع الافلام. ما انا قلت لك اني سامعك. طب ايه رايك يا باشا في الكلام اللي سمعته ده؟ ان الفلوس ترجع بفايدتها؟ الله عليك يا باشا، ما انت مركز اهو زي الفل وقاري التيتا بالظبط. عظيم. طب افرض بقى ما رجعتش. ما ترجعش ازاي يا باشا؟ خد عليا كل الضمانات، واللي عند ابو العز ما بيروحش. ما يروحش ازاي؟ اذا كنت انت نفسك كنت هتروح. فما بالك بقى بضاعة في علم الغيب. خد عليا شيكات يا باشا والفلوس بتاعتي اللي عندك بره تغطي. قلت ايه؟ لا مؤاخذة يا باشا. الله 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 الله، ايه الألاجة والشيكة دي يا ابو السيد؟ لازم نكون واجهة لسالم باشا. بعد إذن معليك يا باشا. خير يا سيد. ماهر باشا عايزنا نروح له باسمه. مين ماهر باشا ده؟ ده المساعد بتاع أشرف باشا الله يرحمه. وده عايز ايه ده؟ وانا هعرف كل حاجه لما اروح وارجع اقول لسعادتك على طول. بالاذن يا باشا. ايه راي سعادتك بقى في موضوع الشيكات؟ حلمك عليا يا ابو العز. مش هعرف انا كمان مصلحتي ايه في موضوع زي ده. مصلحتك؟ طالما مصلحه بقى اجيب شويه فشار. كل اللي تؤمر بيه هيتنفذ يا سعاده الباشا. استني. استنى ليه؟ في حد عندك جوه؟ غمضي. غمضي يا مني. يا وليه ما تخنقنيش، غمضي يعني تغمضي. اها. تعالي. حاسب عليا. على مين؟ ايوه. حاسب لا تكفيني على وشي. بس. فتحي. هتولع في الشقة يخيبك. يخيبني؟ دي دعوة تتقال في ليلة زي دي؟ ما تحسس على منافذك بقى شوية بقى. أصل أنا ما كنتش أعرف إنك شمع أحمر رومانسي قوي كده. ده أنا أبو الرومانسية. أنا عمهم. دي ما فضيتش غير بالرومانسية. ولسه. فاجئني يا وحش. لا، الباقي هنشوفه عملي مع بعض جوه. طب يلا شني على جوه يا حواش. اوه انا ما قلتلكيش. ايه معاك شهاده طبيه؟ لا مش الدرجه دي، بس بعيد عنك عند القطنيه في الرابعه والخامسه. والله العظيم انا كنت عارفه، انا كنت عارفه انك معيوب. بلاش كلمه معيوب دي. الست بتحس بالراجل اللي معاها. لا حول ولا قوه الا بالله، ده هتندب ان شاء الله. ربنا هينصرنا عليكي ان شاء الله. وامنا في الاولى والتانية. شكلها لا فيها لا اول ولا تاني ولا تالت ولا عاشر حتى. ياما بلاش احباط بقى في ليله زي دي. قول يا رب.
ما تبددش طاقتك بس في الصالة. حاضر. وفرها لجوه. حاضر. يلا يا سبعي. أيوة سبعك. ده الكلام اللي يتقال، هو ده الفال. العب يا دوكش. سالي ماتت ازاي؟ ماتت مقتولة. ايوه مقتولة ازاي يعني؟ بيقولوا لقوها مضروبة بالنار. يلا يا سيد سالم بيها هيتحرك. فين مدير القرية دي؟ فين؟ اوعى فين سالم ده الجرحي؟ فين اي حد يرد عليا مسؤول هنا؟ بالراحة يا فندم، وطي صوتك من فضلك. الصوت الواطي يا حبيبي اللي عامل عاملة. اوعى، مين مسؤول هنا انت؟ ايه ده؟ في ايه؟ الاستاذ بيسأل حضرتك يا فندم. بيسأل ولا بيتخانق؟ انا سامع صوت من وانا جايه من بره. انت بسنت بنت سالم الجرحي؟ نعم. انا موسى ابو طالب، رئيس تحرير الجورنالجي، الجريده اللي كانت شغاله فيها المرحومه سالي دورغام الصحفيه. طيب ممكن حضرتك تهدى؟ قصد حضرتك ان سالي كانت شغاله عندنا هنا في الاوتيل، اللي ماتت النهارده الصبح كانت صحفيه؟ اللي اتقتلت يا هانم مش ماتت. سالي كانت في مهمه رسميه للجريده، ودمها ده مش هيروح حاضر. وانا بقى جاي النهارده عشان احملكم كلكم المسؤوليه، واولهم ابوكي سالم الجرحي في موته. ايه ده ايه ده ايه ده؟ ايه الزيطه دي كلها؟ يلا كل واحد فيكم يروح يشوف شغله. وانت عايز تتكلم، تتكلم بصوت واطي وبادب، ولا تخرج بره. لا انت هتعلمني انا ازاي اتكلم، ولا هوطي صوتي، ولا اخرج بره يا سالم يا جرحي. واعلى مفخلك اركبه. اطلبوا لي بوليس، انا هعملك محضر تعدي على منشآت وموظفين القريه. لا اذا كان كده بقى يبقى تعدي بتعدي. اوعى واجيب حق الغلبانه اللي قتلتوها يا شك مجرمين. احبسك يا سالم يا جرحي، احبسك يا اولاد. اتفضلوا كل واحد يكمل اللي كان بيعمله. داد اتفضل معايا على مكتب. ما تقليش عليا يا حبيبتي، انا كويس. امشي. اسمعني كويس، انا هشيل ايدي من على بقك وهنتكلم بهدوء. مش هتندم. ممكن؟ أنا آسف. أنت راجل محترم، ما تضيعش نفسك مع العالم ده. ارجع مطرح ما جيت وكل شيء هيبان في أوانه. يعني إيه مش فاهم؟ يعني ما تضيعش دم المرحومة هدر. اللي أنت بتعمله ده لا هيودي ولا هيجيب. أنت كل اللي يلزمك حق المرحومة. حقها كده انت بتضيعها. النصيحة، بلاش تجيب سيرة لأي حد باللي حصل هنا. سيبهم زي ما هم لحد ما نعرف الحقيقة فين. أنا عارف إنك ما تعرفنيش عشان تثق فيا، بس والله إحنا سكتنا واحدة. الفرق بس إن أنا أعرف إزاي أرجع حق سالة الله يرحمها. اتفضل يا أستاذ. مع السلامة. المقال الجاي. سعادتك سبق وسألتني مين اللي عنده العربية في القرية عندنا اللي خابطت أشرف بيها الله يرحمه، وأنا وعدت سيادتك إن أنا هفضل وراها لحد ما أجيبها. اخلص سيد، وصلت لإيه؟ ريحني. سليمان مدير أمن القرية ودراع اليمين لسالم الجرحي، هو اللي ورا الحكاية دي كلها. اشترى العربية قبل الحادثة بيوم وما سجلهاش عشان ما حدش يعرف يوصله، يعني العربية باسم المالك الأصلي.
غير لونها وركب لها ازاز في جنيه. انت متاكد من الكلام ده؟ متاكد يا فندم. العربيه دي فين دلوقتي يا سيد؟ لكنها فص ملح وداب، مش بعيد يكون رماها في البحر ولا اداها لتاجر عربيات غير معلمها. عرفت الكلام ده منين؟ شطبت اسم البايع ليه؟ عشان ما يحصلش اشرف بيه. ايه ده؟ انت هتعمل ايه؟ دي الطبانجه اللي سعادتك امرتهم يسلموها لي عشان احرسكوا بيها. جيت من السفر لقيتها مسروقه، واللي سرقها قتل بيها سالي، يعني عايز يوصلني لحبل المشنقه. ما كانش العشاء يا باشا، كنت فاكر ان انا غالي عندك وبقيت راجلك، كنتش اعرف ان انا ممكن اتباع بالبساطه والسهوله دي. تعال هنا بس، رايح فين؟ فهمني في ايه؟ مفيش حاجة فاضلة يا باشا، خلصت خلاص. أنا بس اللي أقول خلصت ولا ما خلصتش؟ لازم تفهم إن مفيش حاجة بتتم هنا من غير أمر مني. شفت بقى سعادتك؟ يعني اللي سرق الطبانجة ونفذ بيها وشالها عنده الوقت اللزوم، كل ده تم بعلم سعادتك. طب وأنت بذكائك بقى تفتكر هعمل كده ليه؟ يعني معقولة سليمان بإيه؟ عمل كده من غير علم سعادتك؟ سليمان؟ أيوة يا باشا، حالا. طبنجة مين دي يا سليمان؟ انطق. طبنجة سيد يا باشا. وطبنجة سيد بتعمل ايه في الشاليه بتاعك؟ وليه طبنجة سيد هي اللي اتقتل بيها سالي؟ مين امرك بكده؟ انا كنت باخد ضمانة سعادتك. من نفسك كده؟ ومن غير ما تاخد مني اذن؟ ليه حق طبعا يفتكر ان انا مخونه واني بحفر له حفره عشان اخلص منه. عرفت الحقيقه بقى يا سيد؟ وهي الحقيقه هتغير كرهه ليا يا باشا؟ انا هعيش طول عمري مش عارف هو بيحفر لي ايه، لكن عايز يوصلني العشماوي. طبعا جيتك ايه؟ خد اخفيها بالطريقه اللي تعجبك، والطبنجه دي هديه مني ليك. انا هاخد الطبنجه الجديده سعادتك. المصيبه الثانيه دي بقى يخفيها هو بطريقته عشان يثبت لي حسن نيته. شايف الأخلاق الحميدة؟ خد الطبنجة دي اعدمها واعمل حسابك، دي هتكون آخر فرصة ليك معايا. ومن النهاردة لو سيد جراله أي حاجة أنت المسؤول قدامي، ولو فكرت تلعب بديلك تاني هيكون آخر يوم في عمرك. أمر جنابك. أظن أبسط حقوق عليك بقى إنك تعتذر له. يا باشا مش مستاهلة يعني. اعتذر له. آسف يا سيد. آسف يا سيد. معقولة يا سليمان بيه؟ معقولة؟ أنت في مقام أخوك كبير برضه. اسمك الثلاثي إيه؟ سيد أبو الليف يا باشا. خد ده شيك بمئة ألف جنيه تعويض عن اللي كان هيحصل لك، والمئة ألف دول هخصمهم منك. يلا سلموا على بعض. أنا مسامح. ما دام اتصالحتوا بقى تعالوا معايا. على فين يا باشا؟ ما تستعجلش على رزقك. يا صباح الخير. صباح الخير. ايه جاي تطمن على فلوسك ولا ايه؟ لا جاي اصرف شيك واضيفه على حسابي حالا. انا هصرف لك الشيك بنفسي، مع انه مش عندي، يعني عند خالد زميلي، بس انا هصرفه لك. طب ما اصرفه عند خالد بدل ما تعبك. لا 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 لا، ده تعبك روحه. ما انا قلت كده برضه. انا قاعد
الو ايه صحتك؟ خير في حاجه؟ ايه يا عم؟ يعني رحت وقلت ادولي يعني. مين معايا؟ انا الدوكش. ومالك ما حسسني انك خدت الصعيد كده يا دوكش؟ فين الفلوس يا سيد؟ فلوس؟ فلوس ايه؟ ال 100,000 جنيه تمن مرات ابوك. زبيده ب 100,000 يا راجل، ده انا ما ادفعش فيها 100 شيل من المخروم بتوع زمان. مخروم وبتاع زمان؟ حس كده يا معلم تبقى مش لازماك ولا لازم ابوك. لا للاسف لازم ابويا. خلاص لو لازماه ينقط بطاقيته. بقول لك يا دوكش، انا معايا 2700 جنيه تاخدهم؟ تكمل عليهم 97,300 عشان اخدهم منك. خلاص استنى عليا بقى 97 شهر. وهي زبيده فيها كام 97 شهر عشان استنى؟ قدامك 97 ساعه تلمي فيها الفلوس يا سيد. انت ايه حكايه يا ابني 97 معاك النهارده؟ اخر الكلام يا سيد، قدامك 97 ساعه، بعدها هكتب على مرات ابوك وهبلغ عن مرات اخوك. سلام بقى يا حبيب ابوك. مع السلامه في 97 داهيه. طب ما انت ابو السيد. على ايه عدم المؤاخذه سعادتك؟ على نفسك معايا، وانا لما كنتش مطمن لك ما كنتش خليتك شفت اللي شفته بعينيك. انا كده بقيت صفحه مكشوفه قدامك. ربنا دايما يجعلني عند حسن ظنك يا باشا. للاسف يا سيد ما قدامكش خيار تاني غير انك انت تبقى عند حسن ظني فيك. بير ملوش اخر سعادتك. او في قبر في الصحراء او في بطن سمك قرش. ده لو خنت. ربنا على الخاين وابن الحرام مش انا. انت النهارده اتكتبت لك شهاده ميلاد جديده، خلي بالك من العين ومن سليمان لانه اكيد هيحطك في دماغه اكتر. اللي في حمايه سعادتك هيعمل حساب لمين يا باشا؟ باشا باشا. الله عرب، ايه اللي جابك باشا؟ صباح الفل يا عرب. عرب باشا خفت عليك لحسن تتوه. لا باشا معايا قبطان والقبطان اللي معاه ما بيشربش. لا امال فين سليمان؟ مختفي. بس هيروح فين؟ هيظهر بعد شويه. عندك حق يا باشا، هيروح فين يعني؟ ما يفضل على المراود غير اشر البقر. يلا شد حيلك مش هوصيك. انت عارف اي يوم تاخير على رقبتي يا باشا ورقبه عيالي، وان شاء الله ربنا ينصرنا نصره كبيره قوي عشان نيت اللي اصفى من لبن الحليب. والبحر ده يا باشا بسامك وقراميته وحيتانه يشهد على اخلاص ليك. طب يلا يلا شد حيلك ربنا معاك الحق وقتك. ربنا يبارك فيك يا باشا. سلام يا عرب، ما تحرمش منك ابدا. يلا رجاله ايدك يا سيدي المعلمين. اطلع عادي يا قبطان، انزل يا برعه من وشي. اطلع يا قبطان. سلام يا باشا. بيتهيألي ده أقصر هانيمون في التاريخ. ما أنتِ عارفة بقى، سيد وصل مدام ماهر وحصلني. حاضر يا فندم. هستنى تليفونك. أكيد. باي. ايه مفيش؟ حمد لله على السلامة. حمد لله على السلامة. الله يسلمك. ما
تنساش تلحق تبلغ السنيورة بتاعتك إن جوزها تجوز عليها. ها؟ يبلغها جوزها. تبلغيها أنتي. أظن اللي تاخد واحدة من جوزها مش هتغلب توصل لها إنها عملت كده. بقول لك إيه؟ مش خايف أنقل الكلام اللي أنت بتقوله ده لسالم بيه يقوم يقطع عيشك أو رقبتك؟ لو أنت صادقة، هو كان هيقطع عيشي لو ما كنتش خدت بالي من الحاجات اللي سبتيها في اليخت عشان مدام ريان تشوفها. لونه حلو صح؟ تحفة. برافو عليك. لايق قوي كمان أصله على ال اهلا اهلا، شرفتيني. ما لقيتش حته بيها اكتر من كده تسكن فيها، ولا انت قاصد تزود الفضايح؟ تشم نفسك الاول قبل ما تدخل تشوطي فيا كده على طول. ممكن افهم ايه موضوع الديسكو والفضايح اللي بتعملها كل يوم؟ طالما حكولك يبقى عرفتي كل حاجه، مفيش داعي احكيلك. هما حكولي اه، بس انا بقى جايه عايزه اعرف انت بتعمل كده ليه. لو حطيتي نفسك مكاني اعترفت ان اللي بعمله ده طبيعي جدا. شكلك كنت بتتفرج على افلام ابيض واسود كتير وانت في كندا. البطل المهزوم اللي بيروح البار يفضل يسكر لغايه ما ينسى وفي الاخر يكسر المحل ويمشي. انا لحد دلوقتي لسه ما كسرتش حاجه. انا بروح اكل واشرب واروح بعدين. بعد ما بتخلينا فرجه هناك؟ دلوقتي خايف على ابوكي قوي كده؟ وما خافش عليه ليه؟ الاتفاق اللي ما بيننا كان على ريهام والبيبي وبس. بابا طول الوقت كان بره الاتفاق. مش انا بقى اخش جوه الاتفاق ولا ايه؟ ويرمي بياضه يلعب معانا. انت اتجننت يا باسم؟ انت بتعمل ايه؟ ما تخليش مخك يروح لبعيد. كل الحكايه انك قلت ان اخد حق الشرعي اللي كنت هاخده لو كنت شاركتك في الميراث. طب سيبني اخرج يا باسم وبلاش جنان. خروجك من هنا مربوط بخروجي من مصر ومتظبط كمان. لما نشوف بقى ابوك هيرضى يدفع مهرك ولا هيطلع ندلك العاده. طيب عدني. على فين على فين على فين؟ نورتيني. ايوه باسم، انت بتتكلم منين؟ والله طب مبروك. لا انا هكره لك الخير ليه؟ ده حتى تبقى عيبه في حق العيله. احنا مهما كان انت ابن اخويا. مفاجأة؟ مفاجأة إيه؟ بابا، بابا الحقني، باسم ربتني وخطفني. بس أنت؟ أنت بتعملي إيه مع الحيوان ده؟ حيوان؟ بقى ده إجازتي اللي بطمنك على بنتك؟ بعرفك إنها معايا لحد ما تبعت لي الأمانة اللي عندك؟ أطلع في الآخر حيوان؟ أمانة إيه؟ أنت أكيد مخك ضرب. اسم الله عليك يا عمي. أنت فاهم بتتعامل مع واحد مجنون. وشه في حياته ملوش مستقبل في البلد دي. وأنت اللي هتأمن له مستقبله. طيب طيب. سيب أنت بسنت. وتعالى نتكلم راجل لراجل. ما انا حاسبها اكيد حاسبها، بس لما تحول لي 100 مليون جنيه على رقم الحساب اللي هبعته لك دلوقتي. والله طب بقول لك ايه، انا شايف انك تاخد بالك من ابنك الصغير عشان مش هيفضل لك غيره. سلام. هات زميلك وتعالى. انت شغال في المطار يا سيد؟ يلا يلا. باسم خطف فسنت وطالب 100 مليون جنيه. عملت اتصالاتي وقلبت عليه الدنيا. مش موجود في ولا لوكاندا ولا بنسيون في الغردقه كلها. حضرتك متاكد انه في الغردقه يا باشا؟ ما يمكن براها. لو كان فات على اي كمين من الاكمنه كانوا جابوه لي مربط. طالما في الغردقه يا باشا اعتبره تحت ايدك. يلا بينا يا سمر. واللي حصل جوه ده يا سيد بجد ولا جرافيك؟ يا اخي فوق بقى لا تفضحنا. 100 مليون جنيه؟ يا لهوي يا ماما. يا ارنولد بقول لك ايه، اجمع لي كل الجردات واستناني على البحر. انا جاي حالا بقول من سالم بيه. ايوه يلا بسرعه. يلا يا سمر. يلا هو شهر عسل يلا. لا يا سيد احنا مش هننام شويه مش هنريح. يلا. ماشي.
لا باخدش بالي. خدش باله ها؟ خدش باله. لكش نصيب فيهم يلا بينا. لا ليه نصيب؟ ليه نصيب؟ حتى بالأمارة هو شايف نفسه حبتين. تنك ما يتخيرش عندكم. ايوه هو التنك ده. تعرف بقى دلنا عليه حلو؟ اعرف بس انا مؤاخذة انت بتدور عليه ليه؟ ومين معايا؟ ايه؟ شكلها باين عليه ايه؟ جردات؟ حكومة يا ابني. اجدع ناس، اجدع ناس حكومة بلدنا. اجيب مفاتيح عربيتي واهرب. اهرب وهصلكم. تعال احنا هنرجعك بعد ما ادينا عليه. حتى لو ما رجعتونيش انا عارف اشغلكم، انا اعرف ارجع لوحدي. انا كوت افضل محلي انا. محل 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 ايه فيلو يا سعيد؟ ده الراجل ده بيتخيل. تعال يلا. انزل. ايوه هنا سعادتك. اقف هنا سعادتك. ايوه ايوه هو الكوخ ده. تأمره بحاجه تانية يا بهوات؟ لا تمام اخلع انت بقى عشان هيبقى في معارك وضرب. ولا معاك طبنجه؟ معيش حاجه والله. لا انا عندي احساس اني معايا طبنجه. والله ما معايا حاجه. سلام عليكم. على فكره انتوا مش حكومه. مفيش حكومه تنكل اليومين دول. أرنولد خليك في الحتة اللي ورا دي عشان لو حاول ينط بيها من الشباك. حاضر يا سيد. بقول لك إيه؟ عايز أرجع بيه سليم، مش عايز غباوة. ضرب يوجع ما يعلمش. ما تخافش يا سيد، هيوجع مش هيلحق يقول أي. سمعة. أي؟ لا سمعة ما جاش النهاردة خيال. بقول لك إيه؟ تعالى وأنا هفهمك كل حاجة. يا سيد أنت قال إن في ضربة نار وكعبة. تعالى. ماشي. خايف أكون حاطط لك حاجة في العصير؟ الحركات البلدي مش بتاعتي. يا بنتي اشربي. انت اللي اكلتي لو شربت حاجه من امبارح. خصماني؟ عايزك تفهمي ده بيزنس، بيزنس. انا لحد دلوقتي لذيذ قوي معاكي. لو صوتك طلع ما تكلميش غير نفسك. هنفضل قاعدين ساكتين لحد برضه ما يزهق ويمشي. فاهمه؟ مفيش فلوس، عدي الاسبوع الجاي. لا احنا مش بتوع فلوس، احنا هناخد القرايه بتاع العداد بس. بعدين بعدين. لا بعدين ايه يا فندم؟ اصل انا جاي من مشوار بعيد جدا يعني، ويعني يا ريت تفتح لي عشان اخد القرايه وامشي. استنى استنى. ايوه افتح لي يا رب، تفتح لي اخد القرايه وامشي. بص تحتك ليك كده، شايف حاجه؟ 50 جنيه. خدها وامشي. اخدها وامشي؟ 50 جنيه؟ انت بترشيني. ده انا اجيبه الحكومه هنا. 50 جنيه حرام عليك، واحنا بناكلها اكله نظيفه ما فيهاش حرام. 50 جنيه حرام عليك، اخد القرايه وامشي. وبعدين فين الغبيه ده بقى؟ طب ثانيه واحده. مش عايز اسمع ولا نفس ولا صوت. ها امال فين الانبوبه اللي انتوا عايزين تغيروها؟ انبوبه ايه وزفت ايه؟ العداد دي العصايه. فكها يا سمعة. فك مين؟ فكها يا سمعة. أنا طلبت يا سيد. أقول لك فكها وافتح لعره. وأنتِ رابطة ليه نفسك كده؟ مش فاهمك. روح فين يا هو؟ مفيش حد غير يضرب هنا ولا إيه؟ أهم يا باشا اللي عاملين نفسهم زمايلك التنكين دول. اثبت مكانك أنت. هو تعملوا إيه هنا؟ بس أنت سالم الجرحي مش كده؟ أيوه أنا، وده باسم اللي خطفني.
دول جردات عندنا في القريه. تمام تمام. هاتوا وانتوا كمان اتفضلوا معايا. ايوه سالم بيه، كله تمام سيادتك. بس انت هنا ما اكلمك يا فندم. ايوه داد. بس انت حبيبتي انت بخير؟ لا انا كويسه اطمن. الحمد لله. انت فين دلوقتي؟ تقريبا هنروح على مديريه الامن لان الرئيس هنا كمان. طيب طيب اوكي، هتلاقيني مستنيك هناك. الحمد لله على سلامتك حبيبتي. عارف يا سيد اللي يشوف الفلوس والمكافآت اللي انت بتاخدها من الراجل ده ما يشوفش المخاطر والاهوال اللي بتشوفها معاه في الشغلانه دي. كويس انك شفت بعينيك عشان تتعظ وتبطل قر. تركز بقى شويه عشان ربنا يكرمك. الله، الاوضه دي حلوه قوي يا سيد. الواحد في مصر كان عايش في طرنش. اه بس هنعمل ايه بقى؟ اوضه قتيله سمعه. سيد سيد. نعم. انا الاوضه دي اللي فيها القتيل دي اللي احنا فيها دي يا حبيبي اوضه قتيله سمعه. سيد والله النور يا سيد. سيد والله ده المراية. طب خد دي جنبك يا سيد. السرير فين؟ رجلي سيد. الو. ايوه يا دوكش يا اخويا. تهد الى ربنا يهدك. هو انا كل ما اقول لك الو تشغل لي الاسطوانه المايعه دي؟ فرح اتخرج من السجن. اختبارك حاطط تلج على قلبك ولا همك؟ ايه يا اختبارك ده؟ يعني عايزاني اعمل ايه؟ اروح اضربه بالنار؟ فرح اتخرج من السجن وجاي على بيته، يعني جاي على هنا. وماله؟ بيته وبيت ولاده. طب وانا اللي بالنسبه له لسه مراته؟ انت بالنسبه له خارج نطاق الخدمه. زبيده، اوعى تخليه يلمسك وديني اقتلك بتهمه الخيانه العظمى، فاهمه؟ يعني اعمل ايه يعني؟ قال يعني صغيره ومحتاجه النصيحه ومش فاهمه. ماشي. شوف يا ستي، الراجل اساسا ما فيهوش خبطه، يعني لو زقتي زقتين بعيد عنك نفسه هيتقطع وياخدها من قصيره ويروح ينام في حضن ولاده. ماشي. مين ده؟ بينا. صلى على النبي. عليه الصلاة والسلام يا اخويا. يلا. الصبح جه؟ اه الصبح جه والعصر جه. كويس ان هم سابونا ننام لحد دلوقتي. انا ما صدقت يا سيد الصبح يجي عشان انام. ماشي، خليني بقى اصورك وابعتها للباشا عشان يعرف انك مصحصح. الحركات الوطئة ده يا سيد. ودي تيجي ايه فطيانتك؟ البتاع اللي انت حذفتها لي دي. بس وحصنة. مالك ساهمتي ليه؟ عارفه شكل الجوابات دي ولا لا؟ اه طبعا عارفاها. دي حتى لما بتوصل بياخدها ويقفل على نفسه المكتب. حلو قوي. المره الجايه بقى لما تيجي الجوابات دي عايزه تقع في حجرنا الاول. ناوي على ايه يا سيد؟ كل خير ان شاء الله. ماشي. اوعى تنسي، اول ما توصلك اديني رنه. حاضر يا سيد حاضر. يا سيد ده هو السكن ده مشترك ولا ايه؟ ما تخافيش طبعا، على جوه. احنا هنصيد. مين ده يا سيد؟ انا عارف. ايه اللي ملبسك كده؟ في البيت يا سيد. نعم. حرام عليك، انا كنت خلاص جهزت نفسي. لا لا كفاره يا حاج، نورت بيتك ومطرحك. كان نفسي اكون معاك يابا، بس انت عارف بقى وحشني والله. اول نازله ليا هنط عليك باراشوت يابا. سلم لي عليها يا سيد. سمعه بيسلم عليك يابا. سلم لي عليها يا سيد. ايوه عندك حق، نسيت. سمعه بيسلم عليك يابا. سمعه مين؟ والله عندك حق، دخل في حياتنا وحشني. هو كمان بيبوسك، ما تزعلش. سلام يا حاج. بقول لك ايه؟ ده بقينا الظهر وسالم الجرح لا حس ولا خبر. مش غريبه دي؟ يلا. ماشي. تسلمي لي يا ورده يا بنتي، تسلم ايدك. تحب اعمل لك شاي؟ لا شاي ايه؟ الحاج تعبان عايز يريح. ولا في ايه؟ اعملوا له شاي يا ورده. شاي ايه؟ الله، اخوك عنده حق، الجته برضه بتبقى تعبانه وعاوزه ترتاح حبتين. على اذنك وانا بقى انام معاكم. وماله؟ اسامه ما تشوف اخوك. بابا هينام لوحده النهارده، اتكل على الله يا حاج، انت مالكش دعوه بطارق. على اذنك يا ورده يا بنتي. اتفضل يا عم.
زبدتي. انت بتقفل باب المفتاح ليه يا راجل انت؟ مش ده السيم اللي بيننا ولا ايه؟ ده بيكون فيه الحاجة بتتاه والحاجة بتتاه من سكر ولا ايه؟ ايه؟ لا وحشتين يا زبدة روح أمي اللي خلفوني. ما تشوفش وحش يا سيدي. فهمتك. بتم انت عن المهواشة دي وتتمنعنا تبقى انت عاوزة تلعبي. وماله؟ نلعب؟ تلعب يا جميل. بدا ما هيبقى فيه بعدها بقى الحاجة بتتاه والحاجة بتتاه. تعالى يا ولد. لا تعالى ايه؟ تعالى يا ولد. يا راجل سيبني يا راجل. قفشتك يا راجل. عيب عليك تلم بقى. عيب ليه؟ الله وحشت يا جميل. ايش حل لما كنتش تعبان وخارج من الحبس؟ يا تعبان من ايه؟ اوعى تقولي كلمة تعبان دي. انا بقوة 100 حصان. مش حصان عادي كمان، حصان بقار مدوج ناحيين. رفرف نفسي رفرف. انا ما جوزلكش. ما جوزلكش. سألت عليها دي ما فيهاش حاجة، يعني عقد جديد مهر جديد. ما هو ما بقاش ينفع. ليه؟ الهارية دي ليه؟ نفسي افهم بس. اصل انا اتجوزت واحد تاني. بتهزري؟ والله العظيم بتكلم بجد يا فرحات. ليه كده؟ ليه كده يا زبدة؟ فرحات فرحات الحتبة تاتوه. يا لهوي العون يا ناس. انا مش حذرتك قبل كده انك تزعليه او تضايقيه؟ ها انطق ايه حكايه جوزك التاني ده؟ اديني بس فرصه انا هشرح لك واقول لك. انطقي من الوقت اللي انت على ذمته وجوزتيه ازاي وامتى؟ الدكش وقف لي محامي ورفع لي قضيه خلع، وبعد كده اتجوزت انا وهو. الدكش؟ اتجوزت الدكش؟ يعني التقسيم اللي كان بيقسمه عليها الفتره اللي فاتت كان بشوقك وترتيبك معاه؟ ها انا ماليش دعوه، انا ما اعرفش هو بيعمل ايه. انا ذنبي ايه؟ فين حكم الخلع ده؟ فين؟ معيش حاجه، كل حاجه مع الدكش، حتى قسيمة الجواز معايا انا ما خدتش حاجه. انت جننت يا سيد. جننت انت؟ لسه يا سيد ما تضربش حبيسك انت ورده يا سيد. ما بطلت بقى، بطلت اللعب. انت يا رحمة انت بتعدي على الحكومة كده يا سيد؟ والحكومة مالها امال افعالك الوسخة يا نجس؟ اطلع بحكم الخلع بتاع مرات ابويا. اطلع. ما تسألها ما هو معاه. انتوا هتلعبوا بيا الكورة؟ هي تقول لي معاك وانت تقول لي معاها؟ تسقطوني لبعض يا ولاد الكلب وتضيع الراجل وسطيكوا. يا سيد بطل ضرب، هموت في ايدك يا سيد. انت راجل شباب ولا صاحب مرض؟ صاحب مرض؟ ده انت صاحب سو وصاحب ابليس. بقى كل الفترة اللي فاتت دي بتلعب بيا الكورة عشان تبعد عنها، وهي على ذمتك يا وسخ. هتضيع الراجل وسطيكوا يا رمم. طب وقف ضربه وانا اقول لك على كل حاجة. فلوسي يا عم هديها لك بقى، بس هديها لوجه الله. اتفضل. نايل انت. مفيش حكم خلع من اساسه. يعني ايه؟ يعني انا ثبتت زبيده واشتغلتها لما لقيتها عايزه تاخد مني اجره المحامي. فهمتها ان انا جبت محامي ورفعت قضيه، وبعد شويه قلت لها ان احنا كسبنا قضيه الخلع. وعاد الجواز؟ لا كله اللي عاد الجواز ده شرع وعند مأذون وعلى يد شهود وعلى سنة الله ورسوله. لا عارف ربنا يروح امك. يعني ايه؟ الست دي على ذمة رجلين دلوقتي؟ بس الشهادة لله يا عرب، زبيدة ما تعرفش حاجة عن الموضوع ده. أنا لعبت الموضوع ده كله بعيد عنها. يا نهار اسود. هروح أقول إيه للراجل الخلصان اللي هناك دلوقتي؟ الأوراق اللي طلبتها سعادتك. استني استني. هو انت لسه ما تعودتيش عليا؟ قصدي على طبيعه الشغل. انا اصلي يدخل عندي ما يخرجش منه لنفسه كده، لا لازم يستاذن مني الاول. حضرتك تؤمرني بحاجه تانية يا سالم بيه؟ سالم بيه دي في القريه، هنا مسموح لك تقولي لي يا سالم بس. يا خبر اسود. اسود ايه بس يا عبيطه؟ يلا يلا يا بنتي يا بنتي ارحمينا بقى. هو انا اكبر اصغر اروح اجي؟ انت زي ما انت، انت متبله نكد. مصيبه. شفت المصيبه؟ شفتها. انهي مصيبه فيهم؟ انهي لون؟ ايش جيني؟ سالم الجرح ابويا. ماله؟ مصيبه والله، مصيبه يا سيد. والله عارف ان هي
ده مصيبه يا سيد، بس قوليها في وشي وخلاص. دخلت ادي الورق في مكتبه اتحرش ليا. وبعدين؟ وبعدين ايه؟ بقول لك اتحرش بيا، عارف يعني ايه اب يتحرش بنته؟ ما هو لازم يتحرش بيكي، راجل بتاع نسوان وانت داخله له كده، عايزاه ايه يقوم يخطف العيشه؟ لازم يتحرش بيكي. ايوه بس ده ابويا، عارف يعني ايه ابويا؟ انا عارف، انت عارفه، هو مش عارف. انت في نظره مزه، فرس يعني مع حفظ الالقاب، قوم انت بس استوري في خدك وراكك دي وان شاء الله مش هتحرش بيكي تاني، هيبقى اتحرش بسليمان. نسيت احكي لك يا سماح، موضوع مهم جدا ركزي معايا فيه. اي مصيبه تانيه من النوع ده او من العيار التقيل او حتى خبر يفرح ما تحكيهوليش، اسمعي كلامي ما تبصليش، خبيه عني. جات كل هم انت وابوكي. وانا ويايا بعيش زي المريوريرات عن عن. اوعى. مين؟ افتح يا دوكش، انا زبيده. حاضر. اهلا زبدتي، معلش لسه راجع من السفر، يا دوبك غسلت وشي من تراب الطريق. لا وايه، انت طول عمرك نظيف وتموت في النظافه. معلومه يا زبدتي، ما هو اصل النظافه من الايمان. ايمان وانت سيد من يتقي الله، وخصوصا في موضوع الحريم ده. لهجتك كده مش عجباني، هات اللي في بطنك وقولي لي مالك. هو سيد ابن فرحات جالك؟ شفت ابن الكلاب جاي يعمل فيها السبع رجاله وتهجم عليا، بس انا ما سكتلوش. قال ايه؟ جاي يدور على حكم الخلع بتاع ابوه. واديتهوله؟ اديتله خابور هيطلع من نافوخه ويخليه يلف حوالين نفسه. معلوم، ما هو اللي يتعدى على الحكومه لازم يتربى. تعرف ان مفيش حد عايز يتربى غيرك يا دوكش؟ جرايه يا ولية، ما توحدي الله، ايه اللي زارك بايخ ده؟ تخليني مره بطاله وتعشرني في الحرام وانا طول عمري عايشه بشرفي وتقول لي هزار بايخ؟ بص يا زب، انا حابب الدمويه بس مش في كل وقت. جننا احنا ولا ايه؟ لا ما جنناش، ده انا بكامل قوايا العقليه. حتى بص باخد ودي معاك في الكلام. انا غلطت في حاجه؟ غلطت في حاجه؟ دوكش هجيب اخرك، رايتك على ايدي. الحقوني. ولول ولول زي الحريم، محدش هينجدك مني. أنا جبت نهايتك يا دوكس، جبت نهايتك. الحقوني. أنا كده خدت حقي، مش هتعرف تأذي حد تاني يا دوكس. إيه ده؟ فلوس؟ ضحكت على مين المرة دي وهبط عليه يا دوكس؟ ضحكت على مين يا نجس؟ أزرع لك يا واطية. وأنا قلعتك يا دوكش. نص ساعة وتعالي خديهم بس بسرعة. لو خلصت قبل كده هكلمك. يلا ماشي.
حضرتك ممكن تاخد قهوتك في الجنينه عشان احنا لسه ما خلصناش تنظيف المكتب. موافق بس على شرط انت اللي تعمليها لي. حاضر. ايه المسجات دي كلها؟ انا اسفه يا فندم هبقفله بعد كده. اتفضل. انتي دخلتي المكتب من شويه؟ ايوه يا فندم، لقيت الجوابات دي فكنت جايباهم لك، بس قلت اجيب لحضرتك القهوه الاول. اخر مره تمدي ايدك على حاجتي. حاضر، انا اسفه. خش حطي القهوه. حاضر. صور جوابات البنوك اللي انت بعتها لي على الواتساب دي فيها بلاوي. انت صورتها ازاي؟ مش مهم صورتها ازاي، المهم فيها ايه؟ فيها 5 حسابات كلهم باسم سالي، كشف ايداع وسحب اللي حصل في اخر شهر، ورصيد كل حساب. انت متاكده ان كل الحسابات دي باسمه؟ ايوه. يعني مفيش ولا حساب باسم جمال السكري او ابو العز او حسون الحوري؟ لا. غريبه. ولا غريبه ولا حاجه، بس انت عندك حق، الحسابات دي كلها لحسابهم، هما فاتحينها باسم سالم علشان ما حدش يعرف يوصل لهم. عشان كده فاتح كذا حساب. بالظبط. طب وهم يضمنوا منين انه ما يضربش على الفلوس ويقول لهم مالكوش عندي حاجه؟ اكيد في ورقه ضد، بس انا مش عارفه متشاله فين. مساء الفل يا باشا. مساء الفل يا ابو السيد. ازيك يا فندم؟ اهلا وسهلا، اتفضل. مدام ريهام بعتت لسيادتك الظرف ده يا باشا. اه هي كانت قالت لي، بس انا ما فهمتش ليه. فاكر صاحبتي اللي انا كلمتك عليها؟ انا للاسف مش هقدر اقول لك اسمها ايه دلوقتي علشان هي مرات واحد صاحبكم، محلفاني محدش يعرف هي مين. هي شاكه ان جوزها اتجوز عليها، وعايزه تعرف لو كان كاتب وصيه وشايلها عندك، او كان ليه حسابات بره ومخبي عليها. ودتني 500,000 جنيه، انا بعت لك شيك بيهم مع سيد من حسابي. لو قبلت تاخد الشيك يبقى هقول لك هي مين، بس هيبقى سر بينا. وليك شيك تاني بنص مليون. لو رجعتلي الظرف زي ما هو مع سيد يبقى ولا كأن حاجة حصلت. الشيك آجل بعد أسبوع على ما الفلوس اللي خدتها منها تخش في حسابي. ياريت سالم ما يعرفش حاجة عشان مش عايزة بيتها يتخرب. تشرب حاجة يا ابو السيد؟ لا أنا كده تمام يا باشا. يا ابو العز مش هينفع كده. أنت طلبت الفلوس لمدة أسبوع، دلوقتي فات كتير. أنا النهاردة استلمت كشوف حسابات البنوك، ومفروض أبعت لهم نسخة منها. مش هيلاقوا أي إيداعات الشهر اللي فات، أقول لهم إيه؟ الله. طب ومين بس يا باشا اللي هيقول لهم إن كشف الحساب واصل؟ يعني إيه ما حصلش إيداع؟ هيحصل إيداع إزاي والفلوس ما سافرتش أساسا؟ يعني إيه؟ أنا رجالتي فضلوا واقفين لحد لما شافوا اليخت بيتحرك. ما هو اتحرك فعلا، بس لف حوالين الغردقة لحد ما جه بقى صاحب النصيب وشال الجمل بمحمل. وتفسر ياض بدل ما أجيب أجلك. عايز تجيب أجل اللي جاي يوعيك ويحذرك وتمد في أجل اللي بيقلبك ويستقرضك. معاش ولا كان اللي يستقرض ويقلب حسون الحوفي. لا عاش وكان كمان. هو مين؟ صاحبك. صاحبك وحبيبك ابو العز. ابو العز؟ بعد ما اليخت اتحرك شويه والاقي لك ابو العز جاي ومعاه يخت تاني، وخد الغله كلها واتكل على الله. سالم ما يقدرش يلعب بديله معايا. طب ساعتك كلمه واساله فين جوابات البنوك بتاعت الشهر ده؟ لسه ما وصلتش. مش بعاده يعني. هكلمهم بكره افهم ايه الحكايه. ماشي يا سالم.
انت جبت جوابات البنوك دي ازاي؟ مش فاهم انا، كلكم عايزين تعرفوا انا جبت الجوابات ازاي، واكن المشكله ان انا جبت الجوابات ازاي مش ان انتوا بتتقلبوا. بس ما تقولش بتتقلبوا. وانا ايه اللي يخليني اثق فيك؟ لو طلعت خاين او زي سالم سعادتك ديتي طلقه في دماغي واتوه في اي جبل او بحر. مش خايف اكشفك لسالم؟ والله سيادتك انا شخصيا مش هفرق كتير مع الدنيا ولا مع الورثه بتوعي، لكن سيادتك ربنا يديك الصحه والعمر، الورثه بتوعك بعد عمرين مش عمر واحد. ما اعتقدش ان هم هيسامحوك لو عرفوا انه في يوم من الايام جالك حد عشان ينجيك من الخيه اللي كنت داخل عليها ومعليك اديت له ظهرك. على فكره انا لما كنت بقول يستقرضوك ما كنتش بقول اي كلام وخلاص، كنت قاصدها. ابقى بارك لمدام ما حبيبه القلب اللي رفضت سيادتك. بس ما تقولش رفضتك. صح، مش هقول رفضتك، هقول اتجوزت سالم الجرحي. ايه، انا ما قلتش رفضتك اهو. حتى لو وافقت لازم ناجل اي حاجه لغايه ما اخد اللي يثبت حقي من عند سالم. قصدك دي مش كده؟ ورقه الضد اللي انتوا عاملينها عشان تضمنوا بيها حقوقكم عند سالم الجرحي وسايبينها عند ابو اليزيد المحامي. على فين يا بهوات؟ معانا اذن من النيابه بتفتيش مكتب ابو اليزيد بركات المحامي. طب ممكن اكلم ابو اليزيد بيه ابلغه؟ كده هتعتبر شريك معاه في الجريمه واتاخد معاه. جريمه؟ هو عمل ايه؟ سالم ابو اليزيد هيفضلوا فاكرين ان ورقه الضد معاهم وان مش ممكن تغدروا بيهم. لو سالم الجرحي ما عرفش اكيد ابو اليزيد هيعرف. في بوليس يا غبي يدخل مكتب محامي وهو مش موجود. والله دول وروني اذن النيابه. هو فين اذن النيابه؟ خدوه لمؤاخذه. خدوه لمؤاخذه. الغريبه سعادتك ان مفيش اي حاجه ناقصه من المكتب. يمكن عملوا حركه قدام السكيورتي عشان يعرفوا يخشوا العماره وسرقوا شقه حد تاني من السكان. والمطلوب اخد الاذن ارجع لكم حقكم.
والمقابل. كل اللي هتقول عليه سعادتك. أعلى مسا أبو السيد. مساء الفل يا أبو رايح. مسافة ما نشرب الطقم اللي قدامنا ده قبل ما نخش عالتانة يكون المعلم رجع بأمر الله. يا سيدي خليه براحته، هو أنا غريب؟ مغرب الله الشيطان أبو السيد، ما تقولش كده. هو بيني وبينك لما بنكون داخلين في مصلحة كبيرة ما بنعرفش نتلايم عليه. مش بيأمن ويظبط حقه بقى يا سيد. وما أكدبش عليك، المرة دي المصلحة كبيرة قوي، ما حصلتش قبل كده. يا راجل. حاجة كده تخش لها يجي في 300 مليون جنيه يا أبو الشيد. يا ربنا. بس حاجة زي دي محتاجة مكان أمان وتجهيزات جامدة قوي عشان تعدي على خير يا برعي. قول يا رب. الباشا المرة دي منظر على منطقة ما تخطرش على بال الجن ذات نفسه. مش هتصدق لو قلت لك هي فين. اتفضل يا باشا. بس ما قلتليش يعني المرة اللي فاتت إن المكان عجبك. اهو خلني ينفع لما الواحد يحب يقعد له عطايا كده هنا ولا حد يجيب خبرك. الله عليك. خد دول. على الله الدبان الازرق يعرف ان انا خدت المكان ده. بسمع البنات. لا ارى لا اسمع لا اتكلم. يا اخي الضمير في المهنه بيفرق برضه. نفسي اسال سؤال. قول. مين معايا؟ انما انت جبتي قرار المزاد ده منين؟ اذا كانوا هم نفسهم ما اعلنوش عنه. حد عندي في المحافظه. انما دي ارض كبيره قوي وكمان واجهتها على البحر، دي تعملها قريتين تلاتة. ما أنا عشان كده قلت لك، عشان تتقل جيبك وتعمل اتصالاتك، لأن أي حد تاني هيشتري الأرض دي هيخش لنا منافس، وإحنا مش عايزين كده. إحنا مسيطرين على البلد كلها. حقيقي، اللي خلف ما ماتش. أنا؟ أيوه، أنا شايفك كنت بتتسحبي وداخلة مكتب سالم بيه. إمتى ده؟ أيوه يا أخت استعباطي استعباطي. أنا اللي قلت لها. حضرتك؟ أيوه أنا اللي قلت لها. تشوف لي سالم بيه في المكتب ولا لأ؟ لا مؤاخذة يا هانم. أصلاً أنا شفتها بتتسحب وداخلة المكتب، فإحنا مش بالعادة يعني إن حد يخش مكتب سالم بيه وهو مش موجود. خلاص خلصنا يا بشير، الموضوع خلص، اتفضل. حاضر. خلصنا. ما تدوريش على حاجة تثبت إنك بنته يا سماح. اطمني، سيد حكالي على كل حاجة، ما تخافيش. ها فكرت؟ كلام حلو يا سيد، بس السكه دي خطره يا صاحبي. يعني ليك فيها ولا مالكش؟ عيب عليك يا صاحبي، انت عارف انا في ظهرك. الله عليك. عايزك تلم سيلفستر وفان دام وشويه رجاله كل قلوبها حجر. لو شافوا قدامهم جرائم قتل ما يفكروش غير في الحسنه والسبوبه اللي هتطلع لهم من ورانا. من الاخر كده يعني رجالة ما تتخيرش عنك يا أرنب. وجب أحاول، بس هنحتاج سلاح كتير. مقضية. هدلعك. عاش يا رجالة. خلصوا ودوني التمام. أنا هروح أتعشى أنا والراجل ده ونسهر شوية ونيجي. والله ما نبي غير عشاء، مش نحول تعب الطريق كله. لا، ده أنا حاجز لك ترابيزة على الفيستا على طول في أحسن كازينو فيك يا هرم. باهي كيف ما تبدي. لعلمك الرقاصة بتسر عليك يا راجل. مساء الفل يا رجالة. النبي ما انتم مكلفين نفسكم، فين من سفر وتعبانين؟ رجعوا الحاجة زي ما هي بالملي العربيات. اديكم معاهم يا رجالة. ليه كده؟ قام اسعد، شاورتوا البضاعة؟ ايه؟ رجالة مني دول اللي ثبتوكوا يا روح امك؟ لا، ده انا راجع لكم. ده باين عليها رقصة نكسة. ايه الاخبار؟ وصلوا؟ لسه ما وصلوش يا معلم. زمانهم جايين في الطريق، الدنيا زحمه وساعات خروج مدارس. وصلوا اهم يا معلم. الرجاله جاهزه؟ جاهزين. توكلنا على الله.
خليهم يجيبوا الفلوس معاهم. فلوس ايه يا معلم؟ مش لما نتاكد من البضاعه الاول؟ يا ابني واحنا اول مره نشتغل مع الناس دي، ده الباشا الكبير. هم مالهم متلاسمين كده ليه يا معلم؟ جايز قلقانين من العفره. الحمد لله على السلامه يا معلم. ابو العز بيه حبيبي. لا 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 لا، قول لرجالتك محدش يرفع السلاح بتاعه. اللي هيرفع السلاح بتاعه مش هيلحق يقرا الفاتحه يا معلم. ليه؟ ده انا عايزهم يقروا الفاتحه ويوزعوا قرص كمان. نزل السلاح يا ابني. قول بقى الواد التخين ده يسلم الفلوس من سكات. والبضاعه؟ مفيش بضاعه. يبقى مفيش فلوس، نسيت اجيب الفلوس. لا كده افتكرت، فكرتني. هات الفلوس. يلا يا رجاله. ما قلتليش بقى، انتوا لا تبع القرش ولا تبع الباشا الكبير، تبع مين بقى يا كباتن؟ يلا رجالة. عرفتوا ملثمين ليه يا ابن الغبية؟ يا ربنا، بس حاجة زي دي محتاجة مكان أمان وتجهيزات جامدة أوي عشان تعدي على خير يا برعي. قول يا رب، الباشا المرة دي منظر على منطقة ما تخطرش على بال الجن ذات نفسه. مش هتصدق لو قلت لك هي فين. اتأخرتوا كده ليه يا رجالة؟ ده الجيم قرب يخلص. نعم يا اخويا، انت مبلبع وجاي تعملهم عليا؟ يا باشا ده انا مبلبع البر كله بعيد عن معاليك، ده انا من ساعة ما حصلت الحكاية دي وانا فران عمالة تجري في دماغي مش عارف اقوم ولا انام، ده انا خلاص قلبي يقف يا باشا، وزي ما بقول لك كده وشرف سعادتك الفلوس اتاخدت من هنا. الكلام ده تروح تقوله لحد تاني. الفلوس دي انت واخدها وكاتب بيها شيكات، وانا هاخد فلوسي على داير الملين ومن فلوسك اللي بره. وده قرد مين؟ ده خرب بيوت. ده انا كده هبقى على الحميد المجيد. تبقى عبد الحميد تبقى على عبد المجيد، دي مش مشكلتي، دي مشكلتك انت، تروح تحلها مع نفسك. انا مش قد السكري ولا حسونه، دي ناس بتعبد القرش وانا المسؤول قدامهم، واذا ما خدتش فلوسي منك انا اللي هتخرب بيتي. طب ما نشرح لهم الوضع، يمكن يقدروا وما يبقاش فيها خراب بيوت. احنا هنضحك على بعض، احنا في زمن ما حدش فيه بيقدر التاني. وبعدين انا قلت لك من الاول وحذرتك، عملت لي فيها سبع الليل. اشرب يا اخويا. اشرب ايه يا سالم بيه؟ مش ابو العز اللي يشرب الحاجات دي، دي فلوسي ومساله وقت بس وانا اعرف اجيبها ازاي ولا اقتل فلوسي. منك ليهم يا ابو العز؟ انا لا هضحي باسمي ولا سمعتي ولا براس مالي عشان واحد ما عرفش يحمي فلوسه. سيد ما ظهرش لغايه دلوقتي؟ اقلبوا لي عليه الدنيا، شوفوا لي راح في انهي داهيه. ده وصلنا يا معلم. اتفضل مع الموضة. السلام عليكم يا رجالة. اتفضل يا معلم. معلم موضة. اتفضل يا معلم. اتفضل يا معلم. يا ميت خطوة عزيزة يا سيد المعلمين. البضاعة جاهزة؟ أوام كده يا معلم، من غير ما تاخد واجبك. أشوف البضاعة الأول. أشوف فلوسك الأول. استنى بس يا معلم، رايح فين؟ اللي معرفك رجالك يا سيد المعلمين. وأنا كمان أجهلكوا أنتوا الاتنين، وكمان مش مصدق إن أنتوا عندكوا بضاعة من الأصل. ولا إحنا مصدقين يا معلم. ماشي يا سيد المعلمين، ثانية واحدة. يا خولي هات البضاعة، خلي المعلم يشم بنفسه. بضاعة يا معلم. تعالى يا خولي.
شمم المعلم بنفسه البضاعة. اتفضل يا معلم. أصلي أنتوا مين بالظبط؟ إحنا رجالة المعلم سيد بشرية. بشرية؟ ومين سيد بشرية ده؟ منور يا معلم قوطة. إيه ده؟ هو سمعنا ولا إيه؟ وشايفنا كمان يا معلم. تكنولوجيا، احنا محترفين مش اماتور، ودي البدايه. ورينا بقى فلوسك قبل النهايه. ماشي، هات الفلوس يا رجاله. مبروك عليك وعلينا يا معلم. منور يا معلم. الله، ما انت عايش اهو حي ترزق. ليه؟ حد كان قالك اني مت؟ ما هو ده المبرر الوحيد اللي يخليك ما تردش على تليفوناتي. ولا انت ما بقتش ترد غير على ابو العز وبس؟ كفايه قرع حسونا، كفايه الهم اللي احنا فيه. وايه حكايتك انت راخر؟ كل يومين نطت على هنا من ورانا. مالك يا عم حسونا داخل فاتح دراعاتك علينا كده ليه؟ اسمع رد سالم الاول. رد على ايه؟ هو انت قلت حاجة؟ ما بتردش على تليفوناتي ليه؟ عندي مشاكل بحلها. مشاكل؟ مع مين؟ مع عروستك الجديدة مها فرغلي اللي كانت هتبقى عروستي؟ عموما ألف مبروك ومن قلبي والله. أصل أنا سمعت إن سمعتها بطالة، وبيني وبينك أنا ماليش في المستعمل، أموت في الزيرو. حتى اسال ابو العز اشعار ايداع البنك فين. المدام، ودلوقتي على بركه الله هنفتح المزاد على القطعه 543. مساحه الارض ديت بالظبط 124098 متر. اللجنه قدرت الارض دي ب 21 مليون 21 مليون جنيه. ودلوقتي هنفتح المزاد. 21 مليون جنيه. 22 مليون. 22 مليون جنيه. 22 مليون جنيه ابو الدهب بيه. 24 مليون جنيه. 24 مليون سالم بيه. 24 مليون سالم بيه. مين هيزود؟ 24 مليون ونص. 24 مليون ونص فتحي بيه. 24 مليون ونص فتحي بيه. 25 مليون. 25 مليون فضلي باشا. مين هيزود؟ مين هيزود؟ 27 مليون جنيه. 27 مليون جنيه سالم بيه. 27 مليون جنيه سالم بيه. 27 مليون جنيه 750 ألف. أبو الدهب بيه 27 مليون 29 مليون. 29 مليون سالم بيه. 29 مليون سالم بيه. 30 مليون. 30 مليون فتحي بيه. 30 مليون فتحي بيه. 32 مليون ونص. 35 مليون. 36 مليون. 38 مليون. 38 مليون وربع. 39 مليون. 39 مليون جنيه سالم باشا. 39 مليون جنيه سالم باشا. يلا يا جماعة. 45 مليون جنيه. 45 مليون جنيه. 45 مليون جنيه. باسم مين؟ سيد بيه أبو الليف. سيد بيه ابو الليف 45 مليون جنيه. ابو الليف باشا 45 مليون جنيه. 47 مليون. سالم بيه 47 مليون جنيه. 50 مليون. 50 مليون سيد باشا ابو الليف. 50 مليون سيد باشا ابو الليف. مش مصدق اللي بيحصل. بابا من فضلك يلا بينا من هنا. مش حاسبها. 52 مليون. سالم بيه 52. 55 مليون. سيد بيه 55 مليون. 60 مليون جنيه. سالم بيه 60 مليون. 65 مليون. بابا. 67 مليون. 70 مليون. بابا من فضلك هنشوف أي أرض في أي حتة تانية. 75 مليون. 80 مليون جنيه. بابا أرجوك. ألا أونا، ألا دوي، ألا تريه. ما
مبروك يا سيد باشا. مبروك يا سيد. ألف مبروك يا سيد. بداية موفقة. في ميعادك مظبوط. أنا أقدر أتأخر على سعادتك يا باشا. ندخل في الموضوع. حكيم أنا ما بكرهش غير حاجتين في حياتي، اللف والدوران والغباوة في إنك تراهن على فرس خسران. سيد. سيد. ماله سيد سعادتك؟ في نظرك كده يعني يسوى كام؟ على حسب اللي هيشتري يا باشا. هأمن لك مستقبلك ومستقبل ولادك. 2 مليون جنيه. مليون دلوقتي ومليون لما تجيب لي جدته. بس اعمل حسابك، لو غدرت بيا هوسع الحفرة اللي هتدفن فيها صاحبك، اهو تونسوا بعض فيها. الحفرة مش هتساعدنا احنا الاتنين يا باشا. عايز جدته فين يا باشا؟ اي مكان يليق بسيد بشرية. المهم تقولي على ساعة التنفيذ عشان اوفر دليل براءة. اكيد بعد حركة المزاد هيتهموني فيه. بكرة الساعة 8 بالليل يا باشا. هطير عليه الفتحة يا باشا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ما بلاش خمرة بقى وإحنا بنقرأ قرآن. أنت عايز إيه؟ مش أنا اللي عايز. أنت اللي عايز حسب ما أرنولد فهمنا. ولا يكونش الواد خاين وبيلعب بديله. بس صعب يبقى خاين. بدليل إن أنا قدامك أهو. بقى يا راجل عايز تدفع فيا 2 مليون. أنت عارف أرنولد بيطلع معايا الـ 2 مليون دول في قد إيه؟ في أقل من سنة. حكيم أنا سخي قوي مع رجالتي. ما طلعتش غشيم زيك وكلت لوحدي. اشتريتهم في نفس اليوم اللي انت بعتهم فيها سالم. سالم؟ خير؟ انت عايزني انعم عليك بالبهوية وانت عايز تقتلني؟ انت عايز تقتلني ليه يا سالم؟ قبل ما تقتلني انت، اصل الارض ما تسعناش احنا الاتنين. صح. كتير على الناس اتنين اوساخ زينا، ولو ان وساختي ما تقارنش بوساختك خالص. يا نهار ابيض، تخيل حتى الوساخه فيها علي واطي. بس الحق اتقال برضه عشان ما اهضمش حقك. انت علمتني اللي ابويا ما علمهوليش. انت ابويا الروحي في الوساخه يا سالم، زي ما انت ابو سماح. البنت اللي كنت عايز تزنقها وتتحرش بيها هنا تبقى بنتك. انت بتخرف بتقول ايه؟ انا ما بخرفش، انا بس بوريك وساختك كانت هتوديك لحد فين. سماح تبقى بنت نجات، الشغاله الغلبانه اللي ضحكت عليها زمان وكلفت عجمي عشان يخلص منها. عجمي بقى عصى اوامرك وما خلصش عليها. عارف ليه؟ عشان فنجان ما هيتحقق. أهو كده سماح تعتبر من صلبك. أي نعم هي مش هتخلص عليك بنفسها، بس هي هتشهد إن أنا كنت معاها ساعة ما أنت اتضربت بالنار، وأنت الحمد لله ما قصرتش في حاجة. ميت نجس بخمرتك. بشير! 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 مش هيسمع. سماح عاملة حفلة تحت ومعلية المزيكا على الآخر. طب وانت هتستفيد ايه بقى لما تقتلني؟ يا راجل مش انا بس اللي هستفيد، ده مصر كلها هتستفيد. هتستفيد ان الوسخين قالوا واحد. انت
ده سليمان بقى كان عنده حق انه يخونك. تصدق وتأمن بالله، انا اول ما جيت هنا كان كل همي لقمه مطرح تاويني. بس على ايدك يا بابا المطرح بقى قصرك ده، واللقمه بقت اللي في بقك. انت عداد عمرك فاضله ثواني ويقف يا سالم. نفسك في ايه قبل ما تموت؟ اشوف ابني. اسكت، مش مطلعش ابنك. امال ابن مين بقى؟ لا مخك ما يروحش شمال. الحكايه كلها ان هي بدلت البنت بولد. انت خلفت بنت يا سالم مش ولد، وعشان ربنا كان بيحبها مرضيش ان هي تتربى يتيمه او تعيش بعار انك ابوها، فخدها عنده. يا خساره، حتى الامنيه الوحيده اللي انت تمنيتها مش هتتحقق. دي نوايا بقى. تدفع كام وسيبك تعيش؟ ايه اللي انت عايزه؟ تعرف انا عايزك تعيش ليه؟ مش مهم، المهم اني اعيش. انا عايزك تعيش عشان تحس بطعم ان واجه مش ابنك، وان بنتك من ريهام ماتت، وان بنتك اللي من صلبك كنت هتتحرش بيها، وان سيد بشريه هو صاحب الفضل انك عايش. انا عايزك تعيش عشان تتذل يا سالم زي ما ذليت ناس كتير. موافق. وانا كمان موافق. هتسيبني اعيش؟ هسيبك تتذل. شيل أول طلقة عشان عصبي. يا راجل ده أنا فاكر، كنت متأكد إنك وسخ. ضيعت آخر فرصة ربنا إداها لك عشان تعيش يا سالم. أنا مش هعيش عمري كله مستني طلقة في ظهري منك، وأنت اللي قررت إن واحد فينا لازم يخش. هو ده اللي أنا عايزه. صمتك على مسدسك وسيب الباقي عليا، وليك عليا أكتب لك جواب انتحار بغلطك. خلي الناس تترحم عليك بدل ما كانت هتدف عليك.
الحق سيد. في يا ارنب؟ كلموني دلوقتي من القريه. قالوا لي مدام ريهام مراتك كانت هتخطف من على الشط، هي وفرحات الصغير. اي سيد، انا خرجت شويه بقى عشان فرحات الهواء. ايوه يا سيدي، هو الميه والشمس واليود. انت طمني عليك، عامل ايه دلوقتي؟ ها ايه الاخبار بجد؟ طب كويس. فرد الأمن اللي أنقذ المدام وابن سعادتك، زي ما سعادتك أمرت. اسمك إيه؟ أمرني؟ اسمك إيه؟ أحمد. أحمد إيه؟ أحمد عدوية.